اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الكلام اللي هقوله النهارده بعض الناس هتطلع تقول اصل اسلام بيبرر النتائج السلبيه للنادي الاهلي، لكن مش ده الحقيقي. الاداء وحش، نعم هناك اداء سيء في المباراه، في قصور فني، نعم هناك قصور فني، في اصابات، ايوه هناك اصابات، ولكن ايضا يجب ان نضع في الحسبان أن هناك مسابقة غير عادلة، غير عادلة، في أخطاء تحكيمية بشعة طوال هذا الموسم. أنا مش هتكلم على الموسم اللي فات، ولكن أنا هبدأ مع حضراتكم النهاردة فيما حدث في هذا الموسم حتى الآن. في غياب عدالة في تنظيم مواعيد المباريات للأهلي وللمنافسين. النادي الأهلي سيظل كبيراً، حتى لو تعثرنا في بطولة أو اتنين هيفضل النادي الأهلي هو الكبير، مش بالكلام ولكن بالأرقام. هيفضل النادي الأهلي هو الأكثر تتويجاً بالبطولات في مصر وفي أفريقيا وكمان في كل حتة فيه محلياً أو حتى إفريقياً. هيفضل هو اللي بيخلي المنافسين يبصوا عليه دايماً. النادي الأهلي قدام والمنافسين بيبصوا له لأنه بعيد عنهم جداً الحقيقة، هيبصوا له من تحت لفوق. الأرقام مش بتكذب، ولكن تعالوا بقى نتكلم مع حضراتكم إيه اللي حصل منذ بداية هذا الموسم. إيه ومين أو من هو صاحب أكبر عدد من النقاط أضاع أو ضاع على النادي الأهلي؟ هو مين السبب في إضاعة أكبر عدد من النقاط على النادي الأهلي؟ غير أن الأداء سيء، وغير كل شوية هقول هذا الكلام علشان الناس دايما لما بتيجي، معرفش ليه الناس اليومين دول بتجتزئ جزء كبير من كلامي، معرفش ليه. يعني انا في الحلقه السابقه او في اخر حلقه كنت بتكلم فيها مع حضراتكم اتكلمت على ان هناك بعض المواقع وبعض الاسماء لبعض الصفحات الماجوره اللي ما بتشجعش النادي الاهلي واللي ما بينتموش للنادي الاهلي بالمناسبه هم اللي دافعين تمويلهم ودافعين فلوسهم. معرفش ليه هناك البعض خد الكلام على جمهور الاهلي. انا لم اتكلم وعمري في حياتي جمهور الأهلي ده على دماغي وعلى دماغ كل واحد بيشجع وبيحب النادي الأهلي. معرفش ليه الناس اليومين دول بتاخد دايما الموضوع خارج سياقه. بالمناسبة دي فيديوهات، اللي عايز يتفرج على الفيديوهات يتفرج، اللي عايز يشوف الكلام اللي أنا قلته يشوفه، ولكن هناك البعض دايما معرفش ليه اليومين دول الحقيقة، لأن هناك حملات، وهقولها مرة تانية، مش جمهور الأهلي. أنا بقول إيه؟ بقول مش جمهور الأهلي، هناك حملات ممولة من الخارج، أو مش من خارج مصر، ولكن من بعض من لا يشجع النادي الأهلي. الغرض الرئيسي منها هو اللي حضراتكم بتسمعوه في كل أو بتشوفوه على السوشيال ميديا، لأنه في النهاية زي ما بدأت كلامي مع حضراتكم قلت لإيه؟ قلت لكم يا جماعة النادي الأهلي عنده قصور فني جوه الملعب واضح جداً، أداء سيء، عندنا أداء سيء لبعض أو لكثير من اللاعبين جوه الملعب، عندنا مشاكل فنية، عندنا مشاكل فنية، ولكن هل من الممكن إن احنا ما نتطرقش للتحكيم واللي حصل معانا منذ بداية الموسم وحتى الآن؟ في بعض المباريات وفي بعض المواسم أنا كنت أتشرف باللعب للنادي الأهلي، في بعض هذه المباريات كنا بنبقى وحشين ولكن بنكسب بركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي بيتم احتسابها، بنكسب لما لعيب يضرب لاعب في ركبته وما تتحسبش ولكن يجب أن يطرد وما يطردش. فزمان كان لما بيضرب لعيب بيضرب واحد في ركبته أو في رجله فبيطرد. أنا معرفش ليه بيحصل كده مع النادي الأهلي هذه الأيام. وخدوا بال حضراتكم، زمان ما كانش فيه فار، دلوقتي فيه فار يا فندم. معرفش ليه اللي بيحصل مع النادي الأهلي، أقسم بالله أنا عارف كويس جداً إن إحنا عندنا مشاكل فنية وعندنا مشاكل في أو قصور فني واضح من بعض اللاعبين جوه الملعب، وما بندورش وعمري ما هدور على احتواء، ولكن أنا هوري لحضرتك النهاردة مش بالكلام ولكن بالدليل القاطع، بالدليل القاطع أن هناك عوامل أخرى ضد النادي الأهلي تساعد على فقدان النادي الأهلي للنقاط. مش هقول لحضرتك ان انا عندي اصابات اكتر من 11 12 15 لاعب، مش هقول لحضرتك ان انا عندي حاجات كتيره جدا ممكن
يبان بيها او ان انا عندي اجهاد، على الرغم من ان هذا الكلام هو كلام صحيح، ولكن انا حواري لحضرتك وبالتفصيل بالورقه والقلم، النادي الاهلي بيفقد 12 نقطه هذا الموسم، هذا الموسم 2021 2022، بسبب ايه؟ بسبب الاخطاء التحكيميه، وبفعل فاعل هذه الأخطاء الخاصة بالمباريات اللي خسر فيها النادي الأهلي أو تعادل. بس مش هجيب لحضرتك المباريات اللي أنا كسبتها كنادي أهلي وحصل فيها أخطاء واضحة، لا، أنا هجيب لحضراتكم الأخطاء اللي اتعملت ضد النادي الأهلي في المباريات اللي خسرناها أو تعادلناها، لأني لو جبت المباريات اللي كسبناها هيبقى عندي ممكن أخد أكتر من الساعتين بتوع الحلقة أو 3 ساعات، ومش كلام مرسل بالمناسبة، ولكن مشاهد قناة النادي الأهلي ومشاهد البيت الكبير هو الحكم مش أنا. هوري لحضرتك وانت حر قول اللي انت عايزه. 12 نقطة يا عم إسلام، أيوة 12 نقطة و12 نقطة، وهناك أخطاء خاصة بمباريات أخرى حقق فيها النادي الأهلي الفوز. الوقت ده بقى اللي احنا حققنا فيه الفوز، تحدى النادي الاهلي ولاعبي وجهازه الفني التحكيم وفاز على التحكيم. خليني ابدا مع حضرتك، انت عم بتقول كلام مرسل وبتقول اي كلام، وانت طالع تبرر سوء النتائج وطالع تبرر اللي بيحصل. لا يا فندم، انا ولا ابرر ولا ما بقولش ان مفيش سوء اداء، في يا فندم سوء اداء، ولكن نجهز بالمستند الأول. المباراة الأولى، اللقاء أو لقاء النادي المصري والنادي الأهلي في الجولة 13، كان يوم كام يا فندم؟ كان يوم 9/4/2022 على ملعب برج العرب. الحكام لهذه المباراة كابتن محمود عاشور، كابتن يوسف البساطي حكم مساعد، كابتن محمد محمود لطفي حكم مساعد، حكم رابع صبحي العمراوي، حكم فيديو محمد الحنفي، مساعد حكم فيديو محمود ناجي، طبعا كلهم كباتن. طيب الحالة الأولى في هذه المباراة كانت في الدقيقة 30 من الشوط الأول، ركلة جزاء لم تحتسب لصالح النادي الأهلي أو لصالح لاعب النادي الأهلي محمد شريف، ومخالفة واضحة نتيجة الدفع من لاعب النادي المصري هيثم العيوني، ولكن للأسف الشديد الحكم بيشير باستمرار اللعب. ورينا سمير، اتفضلوا. زي ما قلت لحضراتكم هذه المباراة أو الكلام اللي أنا بقوله واضح وصريح وبالمستندات زي ما بنقول، أو بالفيديوهات زي ما بنقول. قرار الحكم غير صحيح، ركلة جزاء صحيحة 100%، لم يتم احتسابها لصالح النادي الأهلي. الحالة الثانية، خلينا نروح للحالة الثانية، لأنه زي ما قلت لحضراتكم الفيديوهات واضحة وضوح الشمس. الحالة الثانية في الدقيقة 40 و55 ثانية، الدقيقة أنا آسف 55 و40 ثانية، ركلة جزاء أخرى لم يتم احتسابها لصالح حسام حسن، والحكم كابتن محمود عاشور بيشير باستمرار اللعب. أهو اتفضل يا فندم. أنا بس بوري حضراتكم على الهواء مباشرة ماذا حدث مع النادي الأهلي في مباراة النادي المصري اللي خسرنا هذه المباراة نتيجة هدف مقابل لا شيء، وأول 3 نقاط يخسرهم النادي الأهلي مع الوضع في الاعتبار أن الأداء كان سيء وأن عندنا قصور فني، وأن الكلام اللطيف اللي يعني أو الكلام اللي بيحصل خلال الفترة اللي فاتت. لكن المباراة انتهت كام في النهاية؟ 1-0 للنادي المصري زي ما حضراتكم شايفين، 1-0 للنادي المصري، والكابتن محمود عاشور جابوا هيثم العيوني
اللي عمل ركلة الجزاء أمام أو ضد النادي الأهلي ولم يتم احتسابها من الكابتن محمود عاشور. إذن المتسبب في هذه في فقد النادي الأهلي 3 نقاط في هذه المباراة الحكم أو حكم الميدان كابتن محمود عاشور، حكم أو حكم الفار كابتن محمد الحنفي وكابتن محمود ناجي. طيب أدي أول 3 نقاط. المباراة الثانية في لقاء البنك الأهلي والنادي الأهلي في الجولة 19 بتاريخ 18/5/2022 كابتن أمين عمر كان حكماً للساحة في هذه المباراة، كابتن أحمد حسام حكم مساعد، كابتن سمير جمال حكم مساعد ثاني، كابتن محمد العتباني حكم رابع، كابتن محمد سلامة حكم فيديو، مساعد حكم فيديو كابتن هاني عبد الفتاح. هذه المباراة كانت على استاد المقاولون العرب زي ما قلت لحضراتكم يوم الأربعاء 18 مايو 2022. طب إيه اللي حصل في هذه المباراة؟ الحالة الأولى وكانت في الدقيقة 31 من الشوط الأول. إيه اللي حصل؟ افتكروا معايا، خليني أو خليني أنا مع حضراتكم نفتكر واحدة واحدة. اتفضل وريني. الشوط الأول بيسجل النادي الأهلي هدف صحيح 100% 100% كابتن محمود وحيد، ولكن حكم الفار كابتن محمد سلامة ميدو يقوم باستدعاء خاطئ للحكم ومخالف لبروتوكول الفار بداعي أن قبل تسجيل الهدف الكرة لم تكن ثابتة وتنفيذ الفاول كان خاطئ، واختراق البروتوكول الفار من حكم الفار كابتن محمد سلامة ميدو. وبعد مشاهدة الحكم اللي شاف الفيديو او اللي شاف الفيديو الفار يعود ويقوم بإلغاء الهدف الصحيح ويحرم النادي الأهلي بشهادة اسلام، لا بشهادة خبراء، بشهادة جمهور الأهلي، لا يا فندم، ولكن بشهادة خبراء تحكيم في العالم، كابتن جمال الغندور، كابتن احمد الشناوي، حكم الجزائري جمال حمودي، محاضر الدولي كابتن اسماعيل الحافي، مسؤول التطوير في قارة اسيا كابتن ناصر عباس، كابتن سمير عثمان، كابتن ياسر عبد الرؤوف. ويفقد النادي الاهلي 2 نقطة بسبب خطأ تحكيمي فادح من حكم الفار، وانتهت النتيجة بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، ويفقد النادي الأهلي 2 نقطة، ويكون المتسبب في فقد النادي الأهلي للنقطتين دول كابتن حكم الفار محمد سلامة. خلي بال حضراتكم، هو لغى جول لأيمن أشرف، الجول الشهير برضه اللي الكل قال إن هو هدف ضد البنك الأهلي في المكس لو تفتكروا السنة اللي فاتت. طيب المباراة الثالثة في لقاء الجونة والأهلي على ملعب الجونة بتاريخ 5/7/2022 الجولة 9، الحكم محمد عادل، كابتن محمد عادل حكم مساعد، كابتن سمير جمال، كابتن هاني خيري حكم مساعد، حكم رابع أسامة اسماعيل، كابتن أسامة اسماعيل حكم فيديو، كابتن علاء صبري مساعد حكم فيديو، كابتن مصطفى عطي. نتيجة هذه المباراة 2 نقطة كمان، تعادل ما بين الفريقين. طب الحالة الأولى في هذه المباراة كانت في الدقيقة 12:30 من الشوط الأول. بيشهر مع حضراتكم، أنا مش هتكلم النهاردة ولكن أنا بوريك إيه اللي بيحصل. بيشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء المستحقة للاعب الجونة سيف العجوز نتيجة اللعب بتهور وقراره صحيح 100%. وفي الدقيقة 49 من الشوط الثاني يرتكب نفس اللاعب مخالفة يستحق عليها البطاقة الصفراء الثانية، ومن ثم كان يجب أن يتم طرده للإنذار الثاني طبقا للقانون، ولكن أهو أمام حضرتك أهو مش أنا اللي بقول، ولكن الحكم تغاضى عن احتساب
الانذار الثاني للكابتن سيف العجوز، وانت امام الكوره مباشره زي ما كنتوا حضراتكم شايفين. تخيل حضرتك انا لو بلعب ب 10 غير لما بلعب ب 11، خصوصا لما بلعب ضد النادي الاهلي. نقطتين كمان فقدهم النادي الاهلي لانه انتهت النتيجه في هذه المباراه تعادل السلبي ما بين النادي الاهلي ونادي الجونه. إذن من هو المتسبب في فقد او فقدان النادي الاهلي؟ نقطتين كمان. كابتن محمد عادل حكم الاحتواء، انا اسف، حكم الساحه في هذه المباراه. المباراه الرابعه لقاء بيراميدز والنادي الاهلي في الجوله 25 يوم السبت 16/7. طاقم التحكيم كان كله من اسبانيا. طيب ايه اللي حصل في هذه المباراه؟ او ايه هي الاخطاء التي حدثت في هذه المباراه؟ الحاله الاولى في الدقيقه 44 و20 ثانيه بيشهر الحكم الاسباني البطاقه الصفراء للاعب بيراميدز احمد توفيق نتيجه تعطيل الهجوم الواعد لصالح النادي الاهلي، والقرار صحيح طبقا للقانون. ولكن في الدقيقه 47 من نفس الشوط ايه اللي حصل؟ وريني ايه اللي حصل يا سمير. يرتكب نفس اللاعب مخالفه واضحه وصريحه نتيجه اللعب بتهور، والحاله واضحه امام حضرتك حمدي فتحي اللي ما يعني اهو مش عارف اقول لحضرتك ايه. هل هذه الحاله لا تستحق الانذار الثاني؟ ولكن للاسف الشديد الحكم بيتغاضى عن الانذار الثاني وعن طرد اللاعب احمد توفيق لاعب نادي بيراميدز اللي ظل متواجد في هذه المباراه، وقام المدرب تاكيز جوناز باستبداله مع بدايه الشوط الثاني بلاعب اخر. ليه؟ عشان هو خايف وعارف ان هو كان يجب عليه او كان يجب على الحكم ان هو يطرد هذا اللاعب. ساعتها كان بيراميدز هيلعب ب10 لاعبين. بالمناسبه كان ممكن جدا ان بيراميدز يكسب، محدش عارف، دي العلم عند ربنا. ولكن كان ممكن بيراميدز يكسب، ولكن ايضا كان فرص النادي الاهلي للفوز بهذه المباراه كانت هتبقى افضل من ان انت بتلاعب 11 لاعب. المباراه الخامسه، والحقيقه انا لما هاجي اتكلم عن هذه المباراه انا عندي مشاكل كثيره جدا 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 تخص هذه المباراه. مباراه امس المقاولون العرب والنادي الاهلي في استاد المقاولين العرب في الجوله 21 امبارح السبت 30 يوليو 2022، مؤجله يعني من الاسبوع 21. النتيجه التعادل السلبي بدون اهداف. حكام هذه المباراه ايضا حكم كابتن محمد عادل حكم الساحه، كابتن محمود ابو الرجال واحد من افضل واهم الحكام المساعدين اللي موجودين في مصر، كابتن هاني خيري حكم مساعد، كابتن عاطف حسين حكم رابع، كابتن مصطفى مدحت حكم فيديو، كابتن هاني العراقي مساعد حكما للفيديو. اولا الاول خلينا نتكلم في حالات هذه المباراه، وهي الحاله الاولى في الدقيقه 31 و30 ثانيه من الشوط الاول يرتكب لاعب المقاولون العرب كابتن امير عابد مخالفه تستوجب اشهار البطاقه الحمراء مباشرة، لأنه استخدم القوة الزائدة ضد لاعب النادي الأهلي وهو قريب جدا جدا كابتن محمد عادل من اللعبة، ودي حاجة غريبة جدا. اتفضل حضرتك، اتفضل حضرتك، هل الكلام اللي بنقوله أو بيتقال هنا في البيت الكبير هو كلام مرسل؟ لا يا فندم، الفيديو أمام حضرتك، كل الفيديوهات السابقة هي فيديوهات واضحة وصريحة، وأرجو من جمهور النادي الأهلي إن هو يشيرها في كل مكان. بس خليك واقف كده بس 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 يا سمير، هل حضرتك هذه الكرة أو هذه اللعبة ما يستحقش عليها لاعب المقاولون العرب كارت أحمر؟
احكم يا جمهور النادي الاهلي، احكم يا اللي بتحب النادي الاهلي، احكم وقول لنا لو النادي الاهلي او نادي المقاولين لعب 10 قدام النادي الاهلي، وبالمناسبه ده حق النادي الاهلي. انا لا اتكلم في ان حد يتفضل عليا بحاجه، لا يا فندم، لا يا فندم، انا كارت احمر واضح وصريح، واضح وصريح، اديني حق يا فندم، واللي يكسب يكسب بعد كده، وادي الاحتواء للي انت عايزه او للي عايزينه. انا مش عايز احتواء يا فندم، انا كل اللي عايزه يا كابتن محمد او يا لجنه التحكيم او يا من يقود هذه الحمله الواضحه جدا على النادي الاهلي من التحكيم، انا كل اللي انا عايزه ايه؟ اديني حق يا فندم. انا كباتن، انا مش عارف اكلم مين الحقيقه، لكن يا كباتن من فضلكم ادوني حقي كنادي اهلي. وصدقني لو ربنا مش عايز النادي الاهلي يكسب مش هنكسب، لو مش عايز ناخد الدوري مش هاخد الدوري، مش عايز حاجه، لكن اديني حقي يا فندم. حضرتك بتحرمني من حقي وبتحتوي الاخرين، دي حاجه غريبه، وباي منطق؟ هو النادي الاهلي ده بالمناسبه هو الافضل افريقيا ومحليا حتى لو ايه اللي حصل الفتره اللي جايه، وبالمناسبه انا هتكلم معاكم في اللي هيحصل الفتره اللي جايه، لكن حتى لو ايه اللي حصل النادي الاهلي احسن نادي في مصر وفي افريقيا، واللي عايز يقول حاجه يقولها. هو فين حكم الفار؟ لماذا لم يتدخل حكم الفار اللي انا معرفوش؟ مش لازم اكون عارف كل الناس، لكن عندما تكون هناك مباراه ما بين النادي الاهلي الافضل في افريقيا والافضل في مصر واللي بينافس نادي الزمالك ونادي بيراميدز على القمه ونادي المقاولين اللي بيتنافس للهروب من القاع، يجب ان يكون هناك حكام على اعلى مستوى في كل مكان في الساحه، حكما للساحه وحكما للفار. كلنا بالمناسبه قلنا ان الهدف اللي امبارح دخل، قلنا في الاول هدف صحيح، لكن لما بصينا على اللي عمله دول الكباتن بتوع الفار اللي انا مش عارفهم، يعني كابتن مصطفى مدحت واللي معاه، انا الحقيقه مش عارف هما مين، لكن ده على دماغي من فوق طبعا ما عنديش مشكله. ولكن في نفس الوقت يا كابتن مصطفى، يا كابتن، يا كبير، يا حكم الفار، يا رائع، يا كبير، يا هايل، لماذا لم تستدعي كابتن محمد عادل في هذه اللقطه؟ حضرتك استدعيته قبل كده في مباراه للبنك؟ مش هو يعني، عموما البروتوكول بيقول كده، استدعيتوه عشان الكره بتتحرك، او قلته ان الكره بتتحرك فجبت الجول من الاول ونادي الاهلي تعادل في مباراه البنك الاهلي. هو ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ طيب نروح على طول للحاله الثانيه في الدقيقه 36 و30 ثانيه، يحتسب حكم المباراه كابتن محمد عادل ركلة جزاء صحيحة 100% للكابتن حسام حسن. هات اللقطة اللي احنا عايزينها على طول لو سمحت يا سمير. يلا. ويقوم بإشهار البطاقة الصفراء للاعب المقاولون، والقرار صحيح، ولكن علي معلول ضيع الكورة. ماشي تمام، بتحصل من أحسن ناس ومن أحسن لاعبي العالم، بتحصل معاهم هذه الكرة. ولكن هل عندما يدخل لاعب من الفريق المنافس لل 18 في تنفيذ ركلة الجزاء، هل ركلة الجزاء تعتبر صحيحة ولا مش صحيحة؟ لو سمحت هاتولي ركلة الجزاء يا شباب. خلاص احنا دي مش عايزين نتكلم فيها، اقفل دي وهات اللي بعده. يلا وريني حضرتك كيف تم تنفيذ ركلة الجزاء في مباراة الأهلي والمقاولون العرب، وريني يا فندم. بس اقف، لا ارجع 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 شوية، وقف عند تنفيذ، بس خلينا واقفين هنا. مش هقول لك ان محمد ابو السعود اتحرك، لكن بص يا كابتن حسن الشامي فين، بصوا حضراتكم حسن الشامي كمل اللعبة، اخر واحد على اليمين، لكن اللي جات له الكرة وشالها، هل لو الكرة دي مع فريق آخر يا كابتن محمد عادل، هل كان سيتم الاحتواء بطريقة أو بأخرى؟ أنا مش فاهم، أنا يعني رجلي خطوة قدام جوه ال 18، ومع ذلك
ومع ذلك الحكم ما بيعيدش الكورة. بصوا حضراتكم كابتن حسن الشامي فين؟ اليو ديانج وراه كان ممكن يخش يلحقها تاني مثلا. ادي الحالة التانية. طيب كابتن طبعا مدحت مصطفى مدحت مصطفى مش عارفين هو فين في هذه الحالة. طيب الحالة التالتة معرفش هما بيستعملوا التليفونات ولا المهم يلا خلينا الحلقة التالتة في هذا المباراة أو في هذه المباراة في الدقيقة 96 من عمر المباراة ركلة جزاء صحيحة 100% لكابتن حسام حسن نتيجة مسك واضح من لاعب المقاولون العرب أحمد الكوهي. الحكم بيشير كابتن محمد عادل باستمرار اللعب للمرة التالتة في ثلاث لعبات. لو بصيت أهو لا ارجع سنة ارجع سنة هم كل الناس اتكلمت على بص بس اقف اقف يا سمير لو سمحت. ادي اول ماسك كمل اللعبة كمل اللعبة لو سمحت. اتفضل ادي تاني ماسك. كابتن محمد عادل كان او لم يحتسب هذه الكرة. حاول تقلعه التيشيرت بقى يعني لو ينفع نقلع التيشيرت نقلع حسام حسن التيشيرت تماما عشان كابتن محمد عادل يعجبه ويحسب ركله جزاء مستحقه للنادي الاهلي. بالمناسبه يا كابتن محمد عادل الكره دي ممكن جدا ركله الجزاء تضيع زي ما ضاعت. ركله الجزاء ممكن جدا تضيع زي ما ضاعت اللي قبلها ولكن انا عايز حقي. احسب لي ركله جزاء اطرد لي اللاعب احسب لي ركله جزاء. هو عيب لما احسب ركلتين جزاء؟ هو حرام لما احسب ركلتين جزاء؟ هو حرام لما ركله الجزاء تضيع وواحد من الفريق من المقاولين العرب دخل وحط رجله تتعاد تاني؟ هو ده حرام على النادي الاهلي وحلال لكل ال 17 فريق التانيين؟ حلال لل 17 فريق وحرام على النادي الاهلي؟ يا جماعه انا مش مصدق نفسي. طب هل معنى الكلام اللي انا بقوله ده ان النادي الاهلي اداؤه كويس وانت طالع بتبرر للعيبه؟ أنا في بداية كلامي إن قلت إن الأداء ليس جيد، الأداء مش كويس، وإن إحنا عندنا قصور فني في بعض المباريات. مش هقول لحضراتكم إجهاد، على الرغم من إن أنا مقتنع 1000000% إن اللعيبة دي مجهدة إجهاد غير طبيعي ولأقصى درجة. ولكن خلينا بعيداً عن هذا الكلام. عندنا قصور فني وعندنا كل حاجة، ولكن يا جماعة هي الألعاب اللي حضراتكم شفتوها دي ما ينفعش ان انا اخد بيها 3 نقاط او ما ينفعش ان انا الحكم يحسبها لي ويسيب الدنيا تمشي. يعني احسب ركله الجزاء او احسب او ادي للاعب طرد. وعلى فكره ممكن اللي بيفكر ان عايز ان النادي الاهلي يتغلب ممكن اي لاعب في الدنيا ممكن يضيع ركله الجزاء. اي فرقه بتلعب 10 ممكن تكسب اي فريق بيلعب 11. بتحصل في العالم كله. ولكن كل ما هو مطلوب ان انا اخد حقي اخد حقي بس على الرغم من القصور الفني اللي موجود عندي وعلى الرغم من كذا وعلى الرغم من كذا وعلى الرغم من احنا مش كويسين وعلى الرغم من احنا عندنا مشاكل واضحه جدا. ولكن مش هقول لحضرتك اجهاد مش هقول لحضرتك اصابات ولكن يا فندم اديني حقي لو سمحت. 12 نقطه وباقي 10 مباريات وهيحصل فيهم اخطاء تاني. لان انا متاكد وكل جمهور النادي الاهلي متاكد لانها باينه وواضحه. انتوا عايزين ايه من النادي الاهلي؟ لجنه الحكام عايزه ايه من النادي الاهلي؟ معرفش. ما تحسب الحكم يحسب اللي شايفه وحكم الفار اللي قاعد في التكييف لما يلاقي واحد يستحق الطرد يحسبه او يطرده. ايه تاني؟ ده لسه كده 12 مباراة أو 12 نقطة حتى الآن في المباريات اللي خسرناها وتعادلناها. والله العظيم وإحنا قاعدين بنحضر للحلقة دي امبارح والله العظيم وصلنا لأكتر من 22 حالة. بس طبعا إحنا جبنا الحاجات اللي خسرنا وتعادلنا فيها اللي ما فيهاش كلام فقط. لكن أكتر من 22 حالة. لو أنا عايز أبرر وأجيب شماعة أجيب الباقي كله وأوري حضرتك. لكن أنا وريت حضرتك بالمستندات أو بالفيديوهات زي ما دايما متعودين وكلكم حضراتكم
امبارح عارفين النتيجة خلصت كام، ورينا من هو المتسبب من وجهة نظرنا هنا في البيت الكبير أو من وجهة نظر جمهور الأهلي. المتسبب في الحالة الأولى حكم الفار كابتن مصطفى مدحت وكابتن هاني العراقي، المتسبب في الحالة الثانية والثالثة كابتن محمد عادل حكم الساحة، وحكم الفار كابتن مصطفى مدحت وكابتن هاني العراقي، ده غير اللاعبين اللي كان يجب أن يتم طردهم. الفار من الواضح أن الأسماء اللي احنا بنشوفها كلها أسماء جديدة، هل حضرتك أتمنى لهم التوفيق طبعا، لكن هو حضرتك بتجرب في النادي الأهلي؟ والنادي الأهلي مش حقل للتجارب يا فندم، عندك دوري وعندك دوري قسم تاني وعندك مباريات اقل اهميه، لكن الاهلي مش حقل تجارب يا فندم، الاهلي بينافس على اللقب. انت لسه بتقول يا عم بينافس على اللقب، ايوه، وهقول لحضرتك ليه، بس خليني اخلص الحاجات اللي موجوده. خلصنا من التحكيم، نروح بقى لجدول المسابقات، وانا حاولت برضو اقلله على قد ما اقدر عشان حضراتكم تعرفوا. أنا عايز الحاجات دي النهاردة يا جماعة تتشير في كل مصر، في كل مصر، ونكتب كده علشان محدش يقول لك أنتوا يعني مش شايفين الفرقة بتاعتكم، لا شايفين فريقنا وهنفضل في ظهر فريقنا، لكن شايفين برضو الظلم التحكيمي وشايفين الحملة الممنهجة اللي على النادي الأهلي من السنة اللي فاتت لغاية دلوقتي في موضوع التحكيم ده تحديدا. يعني النادي الأهلي بيعاق، محدش يجي يقول لي أصل احنا لعبنا اصله نهايه افريقيا وبالتالي لازم نضغط لك مبارياتك. طب يا جماعه طب ما تدوني اسبوع زياده طالما لعبت، هو حضرتك بتعاقبني ان انا لعبت نهايه افريقيا؟ هو حضرتك بتعاقب النادي الاهلي ان هو لعب نهايه افريقيا؟ طب خلاص نقفله ونروح نقعد في اي حته بقى. هو حضرتك بتعاقبني عشان انا بقى انافس على كل البطولات القاريه؟ تسعة ايام العب فيهم اربع مباريات، ده عشان ايه ان شاء الله؟ هي اللعيبه دي مكان؟ وبعدين ترجع تقول لي اصل انت اسلام طالع تبرر، يا عم واقسم بالله ما طالع ابرر، انا بوري حضرتك عندنا سوء اداء فني وعندنا وعندنا وعندنا، ولكن في نفس الوقت علينا ظلم تحكيمي، بنلعب كل يومين ماتشات وكل ثلاث ايام بالكثير مباريات، وما بين سفر ما بين القاهره واسكندريه، كل اللي عايز تقوله قوله. انا عايز حد يديني رد منطقي سواء من الرابطه او من اتحاد الكوره، وليه ده دايما بيحصل مع النادي الاهلي؟ ارجع تاني لنقطه التحكيم، هو ليه النادي الاهلي لو ال 12 نقطة دول خدنا منهم 10 نقط ولسه فاضل لي ماتش مؤجل ولا ماتشين مؤجلين كنت هبقى أول، ماتش واحد مؤجل كنت هبقى أول، رغم إن الأداء وحش ورغم إن مش عارف إيه والكلام ده كله، ولكن كنت هبقى أول وبمجهودي وبحق. عارفين ليه يا فندم؟ عشان هو ده النادي الأهلي، بيتحدى دائما كل الظروف، يعني دايما كله ضرب، مفيش حد يقف مع النادي الاهلي ويقول ادي للنادي الاهلي حقه كتحكيم على في الملعب، طب اديني نص حقي. شوف انا بتكلم مع حضرتك في ايه، انا بتفاوض مع حضرتك ان انت تديني اخي نص حقي، يعني بدل ما يبقى ليا ركلتين جزاء احسب لي واحده بس، لو هتتعاد اتعاد، ايه المشكله؟ جدول برضو عايز اوري حضرتك في ثالث حاجه، جدول مباريات الاهلي المتبقيه في الدوري العام، وهو دوري صعب جدا جدا جدا. الاهلي وفاركو، خليني ابدا ماشي، هقارن لحضرتك ما بين مباريات الاهلي والزمالك و الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هم بيتنافسوا على المركز الاول. جدول مباريات الزمالك المتبقيه، الزمالك فاضل له 8 مباريات او 7 مباريات، الجونه والزمالك الجمعه 5 اغسطس، الزمالك والمقصه الاثنين 8 اغسطس، الزمالك والاسماعيلي الاثنين 15 اغسطس. بصوا الفروق الوقت، خد بال حضرتك، فاركو والزمالك الجمعه 19 اغسطس، الزمالك والاتحاد السكندري 23 اغسطس، المصري والبورسعيدي والزمالك 26 اغسطس، الزمالك وايسترن يوم 29 اغسطس. 7 مباريات في 24 يوم، انت في 9 ايام بتلعب 4 مباريات. جدول مباريات بيراميدز المتبقيه في الدوري العام المصري، بيراميدز امام المقاولون العرب يوم السبت 6 اغسطس، المحله وبيراميدز الثلاث،
وبعدين من 9 بيراميدز هيلاعب سموحه يوم 19. تخيل ان بيراميدز هيقعد من غزل المحله يوم 9 اغسطس لسموحه 10 ايام مريح. ماشي فيوتشر وبيراميدز الثلاث 23 اغسطس، سيراميكا كليوباترا يوم 26 اغسطس، وبيراميدز والجونه اخر المباريات يوم 29 اغسطس. طيب هل ده معناه او التعادل اللي حصل امبارح ده معناه ان النادي الاهلي فقد فرصه المنافسه على الدوري العام؟ وانا من فضل حضراتكم بحب اتكلم قوي قوي ومن قلبي في الحاجات دي، لانه ان شاء الله ربنا هيكرمنا. تعادلنا امبارح في ظل تحكيم ظالم للنادي الاهلي، مش هقدر اقول اكتر من ظالم، ظالم للنادي الاهلي. يا ظلمه يعني مش عارف اقول ايه، هي كلمه مش غلط، لكن هي الظلم اللي احنا بنتعرض له والظلم اللي احنا بنشوفه في المباريات. ما ادي له كارت احمر على فكره، ممكن المقاولين يكسب برضه لما تدي له كارت احمر، دي بتاعت ربنا، ادي له كارت احمر طالما يستحق. لو على النادي الاهلي كنت هطلع اقول لك ادي له كارت احمر برضه، لو حمدي فتحي اللي عمل الكره في امير عابد كنت هطلع اقول لك ادي له كارت احمر برضه. حرام اللي بيحصل مع النادي الاهلي في موضوع التحكيم، واضح وصريح اللي بيحصل، واضح وصريح كله ضد النادي الاهلي في هذا الامر. اخر حاجه عايز اقولها لحضراتكم، انا لن افقد الامل، لن افقد الامل. لو ربنا كرمنا بالمباريات القادمه، بكره في مباراه الزمالك وبيراميدز بكره ان شاء الله، خلينا ننتظر نتيجه هذه المباراه، ولكن انا عندي امل كبير جدا ان جمهور النادي الاهلي، انا عارف ان حضراتكم زعلانين وعارف ان انتم متضايقين، والله العظيم ثلاثة احنا زعلانين اكتر منكم يعني، وزعلانين معاكم ومش عارف اقول لكم ايه، وعارف ان انا الناس كلها بتتكلم هو ليه ميكي سوني قاعد في المباراه امبارح ال 90 دقيقه. ايوه عند حضرتك حق، ولكن خلينا في ظهر فرقتنا. فلان من اللاعبين ما كانش كويس، اصابتين في اول 10 دقائق ومش هيكملوا معانا، على الاقل احمد عبد القادر مش هيكمل، لكن كل ده، ولكن انا عندي ثقه كبيره جدا جدا في جمهور النادي الاهلي الكبير والعظيم، ان هو هيفضل في ظهر فريقه، وان احنا الفتره دي لا تحتاج الا التفاف حوالين اللاعبين. حضراتكم في مباراه، انا اسف ان انا برضو بفكر الجيل اللي ما شافش الامر ده، في مباراه الصفاقسي النادي الاهلي تعادل في مباراه الصفاقسي في 2005 2006 هنا في مصر 1-1، وكان يجب على النادي الاهلي ان هو يكسب الصفاقسي في تونس، وناس كتيره جدا كان عندها ما كانش عندها امل في هذا الامر، ولكن الا جمهور النادي الاهلي، الا جمهور النادي الاهلي اللي كان متمثل في 40 50 واحد موجودين في هذه المباراه امام عشرات الالاف من التوانسه في ذلك الوقت، قدرنا نكسب 1-0 ونفوز بهذه البطوله عقر دار الصفاقسي التونسي في ذلك الوقت على استاد رادس. فمن فضل حضراتكم التفاف الجمهور حوالين لعيبته اليومين دول، انا عارف ان في لعيبه راحت سهرت، وعارف ان في لعيبه ما كانش، هل حضراتكم صدقتوني لما كنت بقول في العيد لما بعض المواقع المشبوهه اللي هي بتمول تمويل مش من جمهور النادي الاهلي، انا بقول ايه؟ إن هي مش من جمهور النادي الأهلي بالمناسبة، اللي بيمولها أنا عارف إن اللي بيمولها ما بيشجعوش النادي الأهلي، هما منتمين لأندية تانية، بس مش هقول دلوقتي، كل حاجة هتظهر في وقتها وفي موعدها. لكن بعض المواقع لما قلت كده في العيد قال لك إسلام بيقول إن ما تذبحوش، أنا ما قلتش ما تذبحوش، قلت اذبح وارجع ريح في البيت، ارجع ريح في البيت. يعني هو ليه الاربع لاعبين تم عقابهم من النادي الاهلي في اليومين اللي سهروا في الحفله او في الفرح من يومين؟ اللاعبين دول تم عقابهم لانهم، هو انا بلعب كل يومين او ثلاث ايام مباراه، هو لسه انا هروح فرح وارقص واقف واعمل وبتاع؟
وفين مراعاتك للناس؟ مع احترامي للاربع والخمس لاعبين، لكن بالمناسبة حقك ان انت تروح، محدش هيقولك لا، ولكن انا بلعب كل يومين او ثلاث ايام مباراة، وانا مش قادر وعندي اجهاد شديد وتعب شديد، وانتوا اربعة من النجوم الكبار وهتظلوا دائما من النجوم الكبار، ولكن ايه اللي يخليني اروح؟ لكن النادي الاهلي كان، او كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الاهلي عمل ايه؟ قال لك انتوا كنتوا بره البيت في الوقت اللي كان يجب ان انتوا تكونوا فيه في البيت، وخصم من كل لاعب فيهم. طيب الايام اللي جايه ايه هو اللي مطلوب؟ المطلوب في الايام القادمه من فضل حضراتكم هناك لازم نبقى كلنا ملتفين على الفريق. مش هقول لكم التفوا على مجلس اداره ولا لا ولا لا ولا اسم بعينه، ولكن الفريق، اسم النادي الاهلي، يجب ان نلتف على اسم النادي الاهلي حتى ان شاء الله نعرف ايه اللي هيحصل. يا عالم بكره في نتائج ممكن تحصل في مباريات بكره تخلي الدنيا تتشقلب في ثانيه، واديكم شايفين اللي بيحصل. ما يتعرض له احنا وحشين، عندنا مشاكل، لكن اديكم شايفين ما يتعرض له النادي الاهلي من ظلم تحكيمي واضح، وما يتعرض له النادي الاهلي ان انا بلعب اربع مباريات في 9 ايام. اربع مباريات في 9 ايام كتير جدا جدا جدا، في حين ان انا ما قلتش حاجه من على فكره، انا النهارده ما قلتش ولا كلمه من عندي. كل الكلام اللي انا بقوله لحضرتك انا موريه لك على الشاشه، سواء فيديو او جدول زي ما حضرتك شفت. حضراتكم لازم نعقل هذا الامر ونقف في ظهر فريقنا، لان القادم دائما هيكون اصعب. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نتكلم عن اخبارنا، اخبار البيت الكبير. الحقيقه الواحد كل ما يتفرج على الفيديو ده بيتضايق اكتر. على فكره كره القدم فيها كل النتائج، يعني فيها هزيمه، فيها تعادل، فيها مكسب. هتكسب ازاي من غير ما يبقى حقك واخده؟ اديني حقي من فضلك. كل شويه هطلع اقول هذا الكلام، من فضلك اللي النادي الاهلي عايزه او فريق النادي الاهلي عايزه عداله تحكيميه. من فضلك اديني عداله تحكيميه. اخر حاجه برضو، ودي نقطه مهمه جدا جدا انا هتكلم فيها مع حضراتكم سريعا النهارده، لان بكره هفتحها بتفصيل كبير جدا. هو ايه موضوع المنشطات؟ هي المنشطات ليه؟ اختبارات المنشطات لا تحدث في الدوري المصري. هي ليه كل الفرق اللي بتلعب قدام الاهلي والزمالك، اهو بقول اهو الاهلي والزمالك وبيراميدز، ليه؟ لان طبعا التلات انديه دول ومعاهم مثلا فيوتشر بيلعبوا فين؟ بيلعبوا في افريقيا، فبيتعمل لهم اختبار منشطات اول باول. طب هو فين الاتحاد المصري؟ اين الاتحاد المصري من اختبار المنشطات في بقيه الفرق التي لا تلعب في البطولات الافريقيه؟ كنا سمعنا كده مره من كل سنه كده يقول لك ايه؟ هنطلع ونعمل اختبارات للمنشطات والكذا. ليه لما بنلاقي فريق قدام، اي فريق قدام النادي الاهلي بيبقى بيلعب، بتحس ان هم اللاعب بيجري 500% من طاقته. اوكي ده النادي الاهلي طبعا وكل حاجه، ولكن في المباراه اللي بعديها على طول بتلاقيه بيلعب ب0% من طاقته. هي اختبارات المنشطات دي هتيجي على دماغنا تاني كاتحاد كوره ولا لا؟ هو الموضوع بسيط على فكره، او بالنسبه لي انا شايفه كده، انا مش راجل خبير. ما انا عشان كده بقول لحضراتكم ممكن بكره او بعده اتكلم في تفاصيل الموضوع اكتر لما اتكلم مع كل الناس في هذا الامر، عشان اعرف هو ليه ما فيش اختبار للمنشطات في الدوري المصري حتى الان. ده في لاعبين بعينهم معروفين باسماء الادويه اللي بياخدوها. هو الكلام ده يا جماعه حقيقي ولا مش حقيقي؟ هو ليه احنا كناس لعبنا كورة قبل كده عارفين ان الكلام ده، في كلام بيحصل لما بتبقى الأندية ما بتلعبش في أفريقيا غالبا يعني. فاحنا عندنا أربع فرق بس اللي بتلعب في أفريقيا،
وبقية الفرق ما بتلعبش، هل من الممكن ان احنا نحسم هذا الامر بانه يكون هناك، معرفش الفترة الجاية هنلحق ولا مش هنلحق، بان يكون هناك اختبار للمنشطات خلال الفترة القادمة؟ هل ده ممكن يا فندم ولا مش ممكن؟ انا معرفش. اخبارنا النهارده ما عندناش اخبار كتير تخص النادي الاهلي الحقيقه، لانه ما عندناش اخبار تخص النادي الاهلي، لان احنا كل اخبارنا كانت في الظلم الواقع على النادي الاهلي في مباراه امبارح. كل الناس شافت ايه اللي حصل، وعلى راي كابتن ناصر عباس امبارح قال لو كابتن محمد عادل راح شاف الكره بتاعت واحد لاعب رجله ثابت والتاني بيضرب في نص رجله كده، ها لو راح شافها في البيت هيرجع يبدا المباراه من جديد ويطرد حمدي فتحي ويطرد اللاعب الامير عابد اللي دخل مع حمدي فتحي. فما عندناش اخبار تخص النادي الاهلي النهارده. فيفا بيختار المصريه يارا عاطف ضمن حكام كاس العالم للناشئات. اختار الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا الحكم المساعد الدولي يارا عاطف ضمن الحكام المشاركين في إدارة مباراة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة. خوان كارلوس جاريدو بيعلن فشل مفاوضاته مع اتحاد كرة القدم لتولي تدريب المنتخب الأولمبي. أعلن الأسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق فشل في مفاوضاته مع اتحاد كرة القدم المصري من أجل تولي القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي خلال الفترة القادمة. الأقرب في المنتخب الأولمبي روجيرو ميكالي المدرب السابق لمنتخب البرازيل الأولمبي، ومدرب آخر كان يقود أحد المنتخبات الأربعة الأوائل في أولمبياد طوكيو الماضية. سموحة بيتعاقد مع جونيور أجايي لمدة 3 مواسم، مكسب كبير جدا جدا لسموحة بصراحة. جونيور أجايي على الرغم من حالته التي لم تكن جيدة في نهاية عقده مع النادي الأهلي، ولكن هو أفضل من ناس كتير الحقيقة دلوقتي. جونيور أجايي أعتقد أنه هيكون صفقة جيدة جدا لسموحة خلال الفترة القادمة. الكاف بينشر الأجندة المعدلة لتصفيات أمم إفريقيا 2023. فيتوريا يرفض مواجهة منتخب بلجيكا وديا في سبتمبر المقبل. رجل ذكي، عارف ان هو لسه مش هيكون اتعرف على معظم اللاعبين، وعارف ان هو في اجهاد كبير جدا جدا. بالمناسبة فيتوريا وهو قاعد في وسط المجموعة اللي بيقعد معاها في الاتحاد المصري لكرة القدم ما بيتكلمش غير على شيء واحد بس، الاجهاد اللي بيتعرض ليه اللاعبين في الكرة المصرية، وبيقول ان ده هيؤثر وبشكل سلبي كبير جدا جدا على استعدادات المنتخب للفترة القادمة، وخصوصا مش انا اللي بقول، هو فيتوريا اللي بيقول، خصوصا النادي الاهلي اللي بيضم عدد كبير من لاعبيه للمنتخبات الوطنية. فما اعرفش، بنفس سيناريو المنتخب الاول مصر تعبر المغرب في كأس العرب للشباب. فاز منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة في بطولة كأس العرب المقامة في السعودية، فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد. ألف ألف مبروك. زي ما قلت لحضراتكم ما عنديش أخبار كتير، ولكن عندي الفقرة القادمة نقادنا الرياضيين الكبار أساتذتنا الحقيقة اللي هنعرف رأيهم فيما يحدث فنيا وتحكيميا ومسابقتيا مع النادي الأهلي. نقادنا الرياضيين الكبار الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري والأستاذ سامي عبد الفتاح والأستاذ عصام شلتوت في ضيافة البيت الكبير، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. استاذنا الاستاذ جمال الزهيري، ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا كابتن، شرف ومنور. استاذ سامي، ازي حضرتك؟ اهلا كابتن، شرف ومنور. الله يخليك استاذنا الاستاذ عصام شلتوت، مشرف ومنور يا استاذ. منور يا كابتن، ربنا يخليك. استاذ جمال هبدا مباشره بالكلام اللي انا كنت بتكلم عليه. عندنا
مشاكل فنية، عندنا تقصير من بعض اللاعبين، ولكن في النهاية هناك أخطاء تحكيمية واضحة أدت حتى الآن لفقدان النادي الأهلي ل 12 نقطة. ده من ناحية التحكيم، ومن الجانب الآخر إن أنا بلعب في 9 أيام 4 مباريات بالظبط، فبالتالي أنا بتكلم على من 14 أغسطس ل 23، ما اتكلمتش على ما قبل وما بعد، ولكن أنا بتكلم على فترة محددة، على فترة محددة. وبالتالي هو اللي بيحصل في النادي الأهلي ده كله على الرغم من اعترافنا بسوء الأداء والكذا وكذا وكذا وكل الكلام اللي إحنا عارفينه ده وبنتكلم فيه بقالنا يومين، لكن على الجانب الآخر هو لماذا لا ينظر البعض لما يحدث من التحكيم ضد النادي الاهلي؟ لماذا لا ينظر البعض ان النادي الاهلي بيلعب تقريبا كل يومين مباراه ما بين سفر ومروح ومجاي؟ ده انت لما تروح السلام ده مشوار، ولما تروح استاد القاهره مشوار، ولما تروح هنا مشوار، ولما تروح هنا مشوار. بالظبط. اولا يعني ده كان واضح ريكاردو سواريش لسه جاي، يعني مش هقول لك مدرب بقاله سنه ولا اتنين في مصر فبيكتشف حاجه، هو اكتشفها بمجرد وصوله ان المباريات متلاحقه يعني بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا. وهو نفسه كمدير فني اللي انا برضو بتعاطف معاه ان هو مش لاقي وقت ان هو يعمل اي حاجه او اي بصمه، يمكن بيستغل الوقت يا كابتن اسلام فقط في يعني هو قال كده ان انا يا دوب الوقت اللي عندي استشفى، لكن ما مرمتش، مش هقدر اقول حاجه. ما هيمرم مين؟ ده اللعيبه زي ما بنشوف كده، اللعيبه نازله لما يطلع عندك 2 لعيبه بعد 10 دقائق، يعني ده انهيار فعلا، يعني لعيبه بتنهار في الملعب. ده نتاج طبعا اللخبطه الكبيره جدا اللي موجوده في جدول المسابقه، مش من السنه دي، بقالنا 3 مواسم الفرق وخاصة النادي الأهلي إنه هو بيشارك وبيوصل لأعلى نقطة في بطولة أفريقيا أو دوري أبطال أفريقيا، فبالتالي إحنا شايفين الإرهاق واضح. ده ما فيهوش مجاملة ولا نقدر نقول إنها مجاملة للعيبة الأهلي، لأنه ده واقع الكل لازم يكون معترف به. إحنا متفقين زي ما حضرتك قلت انه لو الاهلي في حالته العاديه ممكن جدا الاخطاء مش هتاثر عليه قوي، لكن انت فرقه منهكه، مرهقين اللعيبه جدا، اصابات كل مباراه عاملين حسابنا في 2. انت عندك دلوقتي حوالي 4 5 6 لاعبين خارج حسابات الجهاز الفني اصلا، يعني مش عنده فرصه يلعب شويه الشريف 10 لاعبين دول بره، يعني دول تقدر تقول ان هم دلوقتي خلصوا الموسم بتاعهم انتهى. بعد ما خلصوا يعني بعد ما انتهوا تماما، تم استهلاكهم تماما. فده 100% بالاضافه بقى الى موضوع التحكيم. وانا عجبني جدا كل الاستديوهات التحليليه التحكيميه امبارح بعد المباراه، الكل اجمع على ان هناك، عشان ما يبقاش كلامنا احنا بس، يعني انا كنت حريص ان انا اسمع كل اراء الخبراء التحكيميين. انه انت دلوقتي هل في مجال النهارده للتعاطف او الاحتواء مع اي لاعب او مع اي فريق بيغلط؟ ما هو اساسا لا، معلش، ما انت عندك، لا انت عندك كمل بس فضل. في النقطه دي، لان النقطه دي مهمه، ما فيش حاجه اسمها احتواء اساسا. احنا بس بنتكلم كده عشان نقول يعني ايه، لا ده انا بقولها بلغه، حاجه اسمها احتواء، انا بقول بلغه بعض الناس، احنا بس خدنا الكلمه. ما فيش حاجه عند الحكام ولا ما بيحصلش؟ لا بيحصل، بس بيحصل بشكل اخر. بيحصل، يعني نقدر نقول ان هو بيحصل، صح، عندك حق. ايوه، ما انا بناقش بقى اللي انا بشوفه على ارضيه الملعب يا استاذ جمال. بس ايه انا بقى، بس مش هينفع اقف، انا لو ينفع اقف واحد رجله واقفه كده والتاني بيخبطه في نص رجله هل ده محتاج فار؟ لا طيب طبعا. انا حكم ما شفتهاش، الفار يقول لي أيوة على طبعا. فكره ما هو ممكن الحكم او اللاعب ده يطرد والمقاولين يكسب امبارح، مفيش مشكله. هي القضيه مش مين يكسب، مش مساله مين يكسب، اديني حق. القضيه يا كابتن اسلام مش مين يكسب، القضيه انت كطاقم تحكيمي ومعاك الفار اللي هو معمول زي ما قلنا 1000 مرة عشان يقضي على الاخطاء اللي احنا بنقوله. مش كده اللي احنا بنقوله. طيب ده لما انت بقى عندك الفار والاخطاء موجوده ويتم التغاضي عنها بهذا الشكل المثير للانتباه، هل ده
يعتبر عداله تحكيميه ولا ده ظلم؟ عداله يعني ايه عداله بقى؟ يعني ايه لبعض؟ عداله عداله انت خلاص انت ايه يعني انت رحت بين الاثنين خلاص انت يعني دمك تفرق بين الحكم الفار وحكم الساحه. انا دمي تفرق طبعا خلاص كل واحد بيعمل على ذنبي. انا مالي يا استاذ؟ بس ثواني بس ثواني بس انا هسكت. احنا بنشرح الموقف اللي انت حضرتك بتقوله وبتكلم فيه الاستاذ جمال. انت بتقول انه في لعبه الطرد الحكم شايفه وعمل نفسه مش شايفه مستني بتاع الفار يقول له النبي تعالى ارجع شوف. هو دي هو بس هو عايز ده كارثه في حد ذاتها. المفروض سيد الملعب طبقا حتى البروتوكول الفار هو حكم الساحه وحكم الفار ده بيقول له خلي بالك في كذا يا يرجع يا ما يرجعش. وشفنا كتير من الماتشات الحكام اللي واقفين في الملعب شخصيته ممكن يسمع وما نفش وممكن يسمع ويروح يبص وبرده ياخد قرار عكس الاتجاه. لما تجيب له يعني لما تجيب له الحاجه اللي هي طيب اللي جوه اللي انت اللي جوه ده. اتمنى ان احنا كلنا نبقى بنتكلم مع بعض يعني. انا مش عايز استنى حد يقول حاجه والتاني اهي اهي بس اهي بس يا فندم معلش معلش يا استاذ محمود معلش يا استاذ سامي معلش. ايوه الحكم على طول يا كابتن. الحكم على طول يا كابتن. الكوره بعيد ورجل ساكته. الحكم على طول يا كابتن. هي دي هي دي بس يعني. اسالك سؤال بس. لا مش بس بس, بس, بس انت يعني انت عديت. انا عاوز اقول لك على حاجه. في مشكله يا جماعه في مشكله في الاهلي وعنده بيمر بظروف صعبه. هل ده يمنع أسوأ يمنع اسوء حاجه حمراء؟ هل ده يمنع انك انت تديني حقي؟ لا يعني اسال سؤال. هي دي النقطه اللي انا بتكلم. انا بسال بقى عاوز برضو عاوز يعني ولو حاجه يتكلم. يا شوف لفه الايام وجي الاهلي بيتكلم على التحكيم. شوف بقى الـ الـ لا ما هيطلع لك ايه ان هيطلع لك الجهاز لفت الايام صح. انا سمعت الكلمه اهلي ايوه تسمعها 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 بقول لك ايه. وبعدين الناس اللي كانوا في حكام ودلوقتي هم بيطلعوا يقولوا ارائهم متحمسين قوي ويقول لك قرار. كنت فين لما كنت حكم؟ كنت فين لما كنت حكم ويعني تاريخك ودلائلك في قرارات؟ حرام عليكم. انا بقى اطالب وبامانه شديده حفاظا على الروح الرياضيه وعدم المساعده في انتشار التعصب. امنعوا فقرات التحكيم في الاستوديوهات التحليليه. خلاص يا جماعه المباراه انتهت. لا القرار اللي انت بتقوله مفيش حاجه بتتعدل. خلي بالك يا كابتن اسلام يعني رغم انك انت تقول كل الكلام ده بس خد بال حضرتك. ما انا بكلم خلي بالك كل بس ابقى معاك في النقطه دي عشان نتكلم فيها. كلام حضرتك صحيح ولكن الكل كان يرى مثلا من ضمن فوائد الاستوديوهات التحليليه في التحكيم ايه وجهه نظري يعني وحضرتك ناقشني في هذا الامر. الكره بتاعت الهدف بتاع رامي ربيع اللي هو يعني بتاع انا اسف حسام حسن خلاص احنا كلنا كنا شايفينه هدف لكن لما تعاد مره واثنين وثلاثه وعشرة عرفنا ان هو مش يعني مش هدف صحيح الحقيقه يعني. خلينا بقى اللي عرف مين عرف؟ معلش انا عرفت ليه بقى؟ لان لا بس هي فعلا انا يا استاذ جمال معلش هي لان انت اعتدت في النادي الاهلي انك ما بتاخدش اكتر من حق بالظبط كده. وبالتالي هنا قالوا لنا بقى على حاجه موجوده طبعا نصا اسمها المنطقه النشطه وان حركه رامي ربيعه لو كانت ماشيه عادي على فكره ده صحيح القانون ممكن كانت ما تتحسبش لكن اما وانه هم كده تمام. بس هل يا ترى ابو الرجال العظيم ده يعملها في كل الماتشات؟ هو ده السؤال الفيصل يعني. احنا عايزين ده سلام عليك يا استاذ عايزين ده. هي بالفعل ليست هدف وبالفعل هي تسلل ولكن هل ده بيحصل في كل المباريات؟ ما ده لو بيحصل ما كانش طلع كارت احمر امبارح كابتن احتواء ورجعه تاني كارت اصفر ورجعه في جيبه ورجعه الشريط لحظه بلحظه في الكارت التاني خلال المباراه على بس استفهام كتيره جدا يعني ضرب الجزاء محتاجه لازم كانت تتعاد يعني في منهجيه وضرب الجزاء كان لازم تحتسب ولم يتم احتسابها شد الفانيلا استنى الفار يقول له بقول لك ايه عاوز اسالك على حاجه ما دي الكارثه يا استاذ سامي انه الحكم اللي في الساحه ما بقاش صاحب القرار بس ده في واحد شريك واحد بره هو مش مستني نسمع بعض عشان الناس تسمع عاوز اوصله ان في منهجيه موجوده في التحكيم ضد الاهلي بس كده هو مش يعني مستني الفار والدليل جه احمد الشناوي يعني في منهجيه يعني اللي دخل مع ضرب الجزاء علم عنه مش باين ما تشاف طبعا يبقى باين وهو اللي شاف الكوره احمد مش بس كده امبارح اللعبه دي طبعا الاضافه بتاعت بعض الحكام وانا اتصلت بحكم عربي شريف معروف مش جمال الشريف بس بقول راجل محترم يعني قال انه كل الحكام في العالم قد يسمحوا بدخول اللاعبين قد لكن لما لاعب يطلع الكوره وهو اللي بدا
خلصت ادي واحده. الثانيه كابتن احمد الشناوي بقى الجزاء. كابتن احمد الشناوي هنا الصوره دي جاب لقطه بتاع ضربه الجزاء الثانيه وقال هو محمد عادل واقف هنا ليه؟ دي تقصد دي اللي هي كملها سمير لو سمحت للاخر يعني فريم فريم كده عشان الاستاذ عصام بس 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 اقف اهو يعني موقف قال بص موقف لعيبه النادي الاهلي في منتهى الاحتراف كلهم بره ال 18 ايوه بص كابتن حسن الشامي بس خلاص بقى ما قرر هو حسن الشامي كمل اللعب يعني شايفه وهو اللي شايف شايفه اللي واقف وراه غير بقى ان الراجل لفت انتباهي ها حمدي فتحي هو اللي رفع ايده هو اللي رفع ايده ايوه رفع ايده ليه؟ لانه شايفه ده قدام شايف ان هو جوه شايف ان هو جوه ده منطقه الجزاء هو حسن الشامي اللي طلع غير ان الراجل لفت انتباهي قال لي اي حكم دولي الاخ الزميل اللي ده وهو لابس لبس المقاولين وغيره الشوط الثاني طول شوط كامل يعني اي حاجه هو اذا كان هو اخطا هو نفسه انا جاي لحضرتك بقى مش شايف الملعب ايه حضرتك بقى جه بقى في ضربه الجزاء الثانيه ها وسبحان الله الكابتن احمد الشناوي اضطر يقولها يعني لانه برضو كان عمال يعني يحاول يخليها جيلي بصراحه كده لكن قال لك وهيحسبها ازاي ولو عاملين البتاع البيير والحاجات الحديثه دي انت ايه اللي موقفك في الزحمه اللي ما تخليكش تشوف حاجه واللي مش بتاعه حكم بتاعه واحد ممكن واخد ازازه ميه ونازل بينما على ايدك الشمال ها الملعب كله مكشوف معلش يا استاذ احسن بص المنظر ده طبعا واضحه جدا بص الجنب الكاميرا دي اهي لا ده مش حمدي اللي رفع ايده اللي هو زياد طارق بغض النظر مين اللي رفع لا ده انا عايز اقول بس عشان حمدي الناحيه بص يا كابتن بص يا استاذ عصام كل لعبت ده الانجل دي الزاويه دي بص واضحه باينه جدا طبعا كابتن الملاحظات كثيره ومنها ثانيه وشويه الراجل يعني كانه كنت انا قايل له قبل الماتش اتفرج لنا على الماتش قال لي ثانيه وشويه بيراجع ازاي يعني قال لي ازاي يعني كونفيرم على ضرب الجزاء ويبقى ثانيه وشويه ويقول العب قال ده الراجل لو قال له اوكي يقول له شوف كويس كده يقول له شوف كويس ده دي كلمه شوف كويس هياخد فيها ثانيتين ثلاثه بقول لحضرتك يعني في يا جماعه لا اما الموضوع واضح وصريح خلينا الاهلي يدفع ثمن ان السيد اليخاندرو عبد الفتاح حاسس انه بسبب صياح الاهلي على حقوقه وحقوق انديه اخرى بالمناسبه ضعف موقفه جدا مش بس هنا مع حكام شمال افريقيا مع الاتحاد الافريقي نفسه وبدا يتضاءل دوره وفرصه فبما له بقى من سطوه وعشان كده الولاد الصغارين دول مش من فراغ اوعى تفكر قرايب نسايب حبايبه بس لا ما ربما بعض الكبار ما بيردوش يخشوا في المنهج فبيجيب بقى اللي نفسه يروح الماتش حتى يتفرج ويقول له خش على عربيه الفار يا ابني وخد معاك فشار وخلصنا على كده الموضوع واضح وصريح انا الحقيقه يعني قبل ما يعني ما اقول حاجه انا نفسي مثلا الاهلي مثلا واحنا دايما في الافيهات الجماهيريه اقول لك ان خالد مرتجي مثلا وزير خارجيه الاهلي راجل اللي عنده علاقات انا نفسي اعمل زي مصطفى كامل ياخد شريط الماتش امبارح ده ويفرجه للاتحاد الاوروبي والاتحاد العربي والاتحاد الافريقي والله العظيم والفيفا يقول لهم هذا هو التحكيم في بلادي يا اخي حتى اتقال ان ما اختاروش حد من عندنا لغايه ما يبقى عندنا تحكيم مش هيختار يعني هم ما اختاروش الا هو ادي شده ها اتنين في واحد اتنين في واحد ايه ده بيظبط ادي واحد كمل كمل كملها يا سمير ماشي لا في واحده بقى لسه لسه ما اللي جاي بس انا بوريك من الاول محدش خد بالك اهو والراجل حاطط ازرق عشان يبينها ده ان ايده ازرق مش ممكن لا يعني قال لك بقى ايه الفانيلا استاذ جمال الشده الاولانيه فيها شلوت بس ما جاش بالمناسبه الشده الاولانيه فيها محاوله عرقله نرجع شويه نرجع شويه والله احنا يعني شفنا لا يا كابتن والله انا شايفه انا استنى بقى بص الرجل بص الرجل هي هترجع تاني بص هي 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 بس عدت. ما جاتش ايوه ايوه عشان هترجع تاني عشان ما يشوطش راح جاي عشان ما يشوطش وزحمه لان الكابتن محمد عادل الحقيقه يعني بكل خبرته دي ايه اللي موقفك هنا؟ ده احنا واحنا في خطوه يمين احنا واحنا في الشارع كان تملي يقول لك الحكم الشاطر يا ابني انت وهو يبقى الكوره على شماله دايما صح في الاخر في فار اللي ما شافش بالحكم خلاص انا جبت لك واحد فار. انا جبت واحد بس فار ماتش وقدم مهمته وخلاص مش هتسمع بيه تاني على فكره احنا بنبرر لهم كده يعني لا مش بنبرر له الكلمه الاساسيه ان مفيش عداله احنا بنقول اللي حصل واللي بركات امبارح الحقيقه بس كان امل ان الكابتن بركات يقول قبل مش بعد بركات امبارح للامانه
خرب الدنيا بالبلدي تليفونات عليهم وقال لهم ان ما يحدث يعني هو يعني وما كانش بيتكلم عن النادي الاهلي، بيقول يضعف موقف الاتحاد المصري، احراج لاتحاد الكوره، اسوأ نسخه لمجلس اداره. وكابتن بركات قال الكلام ده مع عضو وقال لهم خلال ايام لابد انكم تاخدوا قرار فيما يحدث، مش هنقدر نوالي ما يحدث الاتحاد المصري من سيء الى اسوأ. كل معلش كنت اتمنى يقول ده من بدري الحقيقه، زي ما انا بقول ان النادي الاهلي الماتش ده لازم يوديه الدنيا كلها كويس الحقيقة. ان كابتن بركات اتكلم في القصه دي، بس احنا لغايه امتى هيفضل الاخطاء مستمره؟ بالظبط كده. ولماذا النادي الاهلي فقط هو اللي يتحمل كل هذه الاخطاء؟ حضرتك انا مشجع، معلش يا استاذ عصام، كلنا مشجع، انا راجل انا هتكلم عن نفسي، انا مشجع اهلاوي وبحب النادي الاهلي. انا ذنبي ايه؟ انا لعيبه واقعد ممكن بقى انا ايه اطلع في ان انا اقعد ازعق مع اللعيبه وبتاع يعني في التلفزيون انا اقصد، لكن انا دلوقتي اديني حقي حضرتك، اديني حقي، احسب لي ركله جزاء او عيدها لي، ما هي ممكن تضيع تاني على فكره. بس في جزء محترف برضو، اللعيبه دي لازم الكابتن سيد يعقد معاهم شويه حاجات تثقيفيه، اللعيبه كيوت زياده هو لو رامي وقف معلش يعني لازم يعدوا، مش بس على القانون، اللعيبه كيوت بزياده من في كل العالم، اللعيبه بتاخد بوزيشن محترم حوالين الحكم، طلع الكره بره وقف عن اللعب على الاقل تثبت حقك حتى لو ما راحش، بس مزيد من الاحراج. انا بسال الكابتن محمد عادل نام ازاي؟ روح ازاي؟ هقول لك ازاي؟ بامانه نام كده. لا لا يا استاذ جمال، لا بتكلم بجد، والله العظيم عنده حق. لا يا استاذ جمال انا بتكلم بجد، بيوت كتيره ده لسه بقى عن العداله اتحدث، بس الاول بجيبها له في البشر، بيوت كتيره اتنكدت. ليه يا اخي؟ ليه؟ ثم انت مش عارف انك قاضي؟ والله العظيم ثلاثه انك قاضي وهتتحاسب حساب قاضي المنصه الجالس، وما لا ينفعك لا عبد الفتاح ولا اي عبد اخر، وده حكم فعلا، انك بتشيل ببساطه شديده عرق ناس وجهد ناس وفلوس ناس. لعبتنا خلاص، قلنا النسخه الاسوء وقلنا في توتر وقلنا لا مش النسخه الاسوء، برضو خلينا نبقى يعني منطقيين في الاداء يا كابتن، في الاداء في امبارح صح، انا بتكلم في الاداء، لكن انت في الاخر برضو محتاج لعبتك. كابتن سيد كان طول الوقت ككابتن تيم ولاعب، وانت كان في حاجه اسمها اعرف ازاي الفت انتباهه طبعا، قد يا اخي انا معاك يحس بقى، لكن كل كره يلا ماشي. وانا ما بقولش ان حمدي كان يموت في الارض ولا حاجه، لكن ده الراجل راح عشان ربنا حماه بالشنكار، ما حسسوش بالمشكله. لا يا جماعه لازم تفوق للحاجات دي، الحاجات دي في صليب اعمالكم كلاعبين يعني. صح لا طيب من الاول دي خدها من لقطه ماتش بيراميدز يا ريس، نفس اللعبه بتاعت ماتش بيراميدز، الحكم احمد توفيق والحكم وفي الشوط الثاني طلع الحق طلعوا قبل ما يتم اهو حكم تمام. يعني في الاول والاخر انا شايف في يعني مخطط ضد الاهلي بالموسم اللي فات، يعني مش عشان خسر الدوري الموسم اللي فات، لا في منهجيه واضحه جدا ان الاهلي ما يستمرش يعني جدوله الدوري زي ما انت قلت، والضغط العنيف جدا في افريقيا اضافه للتحكيم. في التحكيم بس يعني. لسه بقى اللي بيحرك الخطاب بتاع الكاف ويقول لك بقى انا انت بقى ولا رجالتك ولا مكتبك انت المسؤول عشان انت بتتكلم فيها يعني. بتكلم اللي تحت ايدينا يعني التحكيم واضح جدا ان الاهلي ما ياخدش حقه في مبارياته وبطولاته، رغم الجهد اللي بيبذله باسم مصر في افريقيا، يعني مش كفايه افريقيا يعني، بجانب اللعيبه عمال تقع واحد ورا واحد من الاجهاد العنيف جدا اللي محدش بيلمسهم بيقعوا لوحدهم. دي قضيه يعني كل الامور متكالبه على النادي الاهلي في هذا الموسم، مش عارف ليه يعني لا تنظيم دوري مظبوط، ثلاث بطولات في موسم واحد بشكل غير منطقي ولا مقبول. يعني رغم ان الاهلي هو الفرقه الوحيده اللي في افريقيا من الفرق المصريه اللي مستمر لاخر اخر جوله، فيعني انا شايف برضو ان قول لهم حرام عليكم، حرام لا حرام. حرام عليهم في التحكيم. ايوه بالزبط. انا بقول لك حرام يعني ايه ده؟ يبقى ايه ده؟ في يعني. في وده على فكره زي ما قال الكابتن اسلام وزي ما حضراتكم اتفقتوا مش تبرير. لا 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 مش بقى ما احنا يعني قلنا. احنا مش جايين نتكلم
على انه اللعيبه ابرياء تماما وكذا وكذا. انا بتكلم على العدل في الملعب. معلش يا استاذ محمود، حضراتكم اساتذتنا وكنتوا بتكتبوا من فترات طويله في النادي الاهلي. يا فندم هو مش النادي الاهلي كانت بتمر عليه اوقات بيكسب بركله جزاء صحيحه وهو وحش في الملعب؟ هي ركله الجزاء ما حقه ده كوردي. انا بتكلم عشان حصل امبارح ده قصدي. هل مش ممكن ان احنا كنا بنبقى وحشين قوي في المباراه ونكسب بطرد ان اللاعب يطرد حقيقي؟ هو لاعب حقيقي يجب ان يتم طرده فيطرد وبالتالي بيبقى انا 10 يبقى هم 10 وانا 11 وبالتالي اقدر اكسب. مش ده حصل وده بيحصل في الكوره. ده بيحصل في العالم كله. ده جزء من كره القدم. الاخطاء التحكيميه، قصدي الاخطاء اللعيبه وقرارات التحكيم اللي هي بيترتب عليها طرد لاعب او اعاده ضرب الجزاء متنفذه غلط. هي ما يسمى مفاجات النتائج زي ما الكابتن قال، مش في يومك وتكسب او العكس. على فكره النادي الاهلي كان بيتميز بهذا الامر، ان احنا في بعض الاوقات اللي كنا بنبقى فيها 11 واحد وحشين ولكن بتكسب. كان مثلا بركات يجي يعدي وجاي واحد بخبطه في رجله وجاي وقع ركله جزاء وكان في حكم عادل في ذلك الوقت بيتم حساب ركله الجزاء. بالعدل يا كابتن. تمام. بالعدل. ايوه هو ده المطلوب. طبعا هو ده المطلوب. ما كانش في فار. دلوقتي في فار وفي عداله، مفروض يبقى في عداله اكثر. قلنا بقى ايه بعد الفار؟ لا يجب ان يكون هناك اعذار. اعذار فعلا بعد يعني الفار مفيش اعذار. يجب ان يكون هناك ضمير اولا. أيوة قبل الفار وبعد الفار وكل ست ساعات وفي ما هو مفيش جهاز للضمير. ما هي دي المشكله. ما انا هجيب جهاز للضمير منين؟ زي قياس هجيب. لا هتجيبه أيوة. من فين يا استاذ جمال؟ ايوه هجيبه من لا فين؟ انا اوصل سؤال بس هيا. صحيح هو ده يعني انت حكم. ايوه والله. لا 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 لو في اجهزه والله نشتري. مفيش يا ريس. ما خلاص ما دام انا اسال حضرتك سؤال. انت دلوقتي ماتش زي كده مهم، فرقه بتنافس مهم للفريقين، بتنافس فرقه بتنافس على المسابقه وفرقه بتصارع الهبوط، اجيب حكم فيديو عنده خبره، حكم دولي معتمد رسمي يبقى موجود في بتاع، ولا اجيب حكم لاول مره طلعته من العلبه وقلت له اتفضل الماتش ده خلص واختفي، مش عاوز الناس مقصوده خالص، مش هشوفك تاني. لا ما انا جيت اديت المهمه وخلاص بقى مش هشوفك. محمود فرق الخبرات يخليك لو عندك سيناريو تخيلي وكلنا صحفيين يعني تقول ايه ده؟ ممكن الاخ مصطفى ده يكون بيقول له كابتن هو انا ينفع بكلمك؟ يعني يقول لي محمد عادل هو انا ينفع بكلمك؟ اكلمك وانا فين؟ ازاي يعني؟ ازاي شايف واحد شايف ان ده حاجه كبيره قوي؟ لا هيكلمه يقول له قرارك خطا وجهه نظر على فكره. ايوه طبعا يعني ما خلاص اكلمه اقول له ده لو كان يعني مش هيقدر. ما هذا اللي انا بقوله لك كان يعني لابد منه. ده تاكيدا للكلام يا استاذ. ولكن العداله ده تاكيدا للكلام. ده بحاول انه كان لازم يبقى في حكم مين زي ما كنت عامل ثنائيه الحنفي وعاشور. وعاشت معانا خسرنا ثلاث نقاط او ثلاث نقاط بس مع لا 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 عدد كذا نقاط على كم حرام ثلاث نقاط بس ده دول دويتو حلو هو جدا. جهاز بقى لازم نجيب. طيب هنكمل في المستشفيات في جهاز بيتعمل كده في الصوره يجيبوه ده يبين عشان الاكسجين عنده ضمير ولا لا عنده ضمير ولا لا عشان الاكسجين. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنكمل كلامنا في هذه النقاط الهامه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى استاذ جمال. كلاتنبرغ اصبح او سيصبح هو المسؤول عن تطوير التحكيم بناء على تعاقده مع الاتحاد في كره القدم. هو فين؟ انا حاسس ما هو ده سؤال. انا برضو انا حسيت انك هتسالني عليه. ايوه ما هو الراجل ده اولا ثانيا هيبقى هيعمل ايه في وسط هذه المنظومه اللي احنا كل حتى يعني انت حضرتك لعبت مثلا 20 ولا 21 مباراه تمام انت ضايع منك 12 نقطه. خلي بال حضرتك احنا قعدنا امبارح من بعد المباراه ما انتهت انا اسف بس حصر يعني اعمل حصر للموضوع فوق ال 22 حاله في كل او في معظم مش كل المباريات كمان في معظم المباريات في ماتشات كسبها الاهلي يعني ففي انا استبعدت قلت لهم يا جماعه ما هو كده الناس يعني كتير قوي فخلينا نبقى نستبعد المباريات اللي احنا كسبناها ونتكلم على المباريات اللي احنا خسرناها او تعادلناها اللي انت فقدت فيها نقط انا فقدت فيها نقط لكن الباقي لا احنا لو عملنا كده انا ممكن اقعد حلقه او حلقه او نص بتكلم على الحالات بس بالظبط فانا بتكلم ان وسط هذه المنظومه اللي بيشتكي منها 18 نادي كلاتنبرغ اولا هو فين وهيعمل ايه؟ اولا هو مش موجود، ثانيا احنا مش عارفين هيجي امتى تحديدا، ثالثا اللي احنا سمعناه وتاكدنا منه ان هو متعاقد في اليونان مظبوط لا مش ده حقيقي انا بقول لحضرتك كمعلومه ان هو متعاقد في اليونان وماسك العصايه من النص حلو يعني
فطبعا دي في حد ذاتها انت جايبه يعني عايز يكمل هناك وعايز يجي هنا يعني عين في الجنة هناك عين في الجنة وعين في النار قال لهم ان انا اشتغل مستشار هنا المفروض اتحاد الكوره يبقى حاسم هذا الامر والنار هو حاول المعلومه اللي عندي ان هو حاول يكمل هناك ولكن اليونانيين رفضوا يعني ايوه لانه يعني مش هينفع يشتغل بعقد في مكانين ما هو ما ده, ده لا هم عايزينه طول الوقت هم هناك الناس عايزاه طول الوقت هو حاول يعني هنا يمد اتحاد الكره او لجنه الحكام باستشارات إيه ويرجع يروح لا احنا مش عايزين مستشارين احنا عاوزين انا بقول لحضرتك الحاله ايه حد يبقى متفرغ ويحط خطه واضحه المعالم للنهوض بالتحكيم ازاي اكيد هو كراجل يفترض ان عنده خبرات هيبقى جاي وعنده اجراءات معينه هيتم اتخاذها لعمل كوادر من الحكام ده طبعا ممكن مش ده ممكن انا اسف ده ممكن يحصل في سنه لا بس لازم كمان هو عنده سنه لا النقطه المهمه ماشي. كمان اللي هي الثواب والعقاب بمعنى ايه ان انت النهارده لو عندك حكام بهذا الشكل بيغلطوا ومصرين على الغلط لا لازم يستبعد هدي القضيه يعني ده الكلام ده لما يبقى حكم إيه؟ بيغلط لانه ايه ما بيذاكرش لكن لما يبقى الناظر هو اللي قال له غلط لا ده موضوع تاني بقى لا ما احنا التغيير اللي هو بيتعمل دلوقتي ده مفروض بيتعمل من راس المسؤول انت قصدك لما يجي كلاتنبرج زي ما انت جايب مدير فني للمنتخب الاول ومدير فني للمنتخب الاولمبي ومدير فني للاتحاد نفسه اتحاد الكوره دول دورهم ايه مفروض يفور لي الدنيا ويطلع العناصر اللي هي الافضل في كل واحد في مجاله طبعا غير كده يبقى احنا بنضيع وقت فالمفروض الراجل ده يبقى موجود يا كابتن اسلام نعرف هو موجود ولا مش موجود لانه الـ الكلام بيتقال دلوقتي كلاتنبرج بقى لنا شهر هو موجود من شهر 9 المعلومات يعني من شهر 9 بدايته يعني يا استاذ قبل كده الخلاف بتاع امبارح لا قبل كده لا يبدا عمله من 1/9 طيب. 1 سبتمبر واحد الكلام سبتمبر بتاع كابتن يعني بركات امبارح كما علمت انا واثنين ثلاثه غيري او اكتر انه بيقول لهم سارعوا باللي حضرتك عايزه ده اللي هو ان الراجل يجي باي طريقه لا هو غالبا هيلتزم بانه يبقى هيجي في 1/9 لان هو متعاقد يبقى هيجي مع بدايه الموسم على فكره في حاجه بالنسبه للراجل ده لما تم طرح الاسم انا كنت اتمنى اللي هي الفكره نفسها انك انت محتاج حد يطور وكان ممكن تبعد عن كلاتنبرج ده يعني لو مضايق ناس وشايفين انه هو ملازم او في لا لا بس اي حد هيجي هيبقى ملازم بالنسبه للمجموعه لا لا يعني انا قصدي مجموعة معينة انا قصدي كده قال كده رجع قال انا معاه يا جماعه بس قولوا لي هيبقى وضع ايه لا لا ما انا عاوز اقول لك حاجه عاوز اقول لك حاجه ان هو بلاش مثلا كلاتنبرج ده هات حد يا عم تاني ليه سمعه في الفيفا هات يا عم حد كبير تقول له تعالى اشتغل شوف لنا حل في الحدوته دي السؤال لما هيجي الراجل هيستلم المهمه ايه دور انت لازم تطلع تقول اتحاد الكوره الراجل ده يا جماعه جاي عشان هيعمل ايه وعمل مؤتمر صحفي وقعد يتكلم فيه ساعه ما قالوش اهم حاجه هتعمل ايه مين اللي هيساعدك في الكلام ده خاصه انه اصحاب التحكيم دلوقتي عندنا مدرستين او ثلاثه متقسمين على كم كافيه كده كل جماعه شله مع بعض كافيهات وده مع ده واحزاب معروفين لما يجوا الاحزاب دول يتفقوا ضد الراجل الثلاث احزاب طبعا اتفقوا ولا خلاص ايه اللي جايبنا انت كده انت جاي تقطع علينا يبقى هو جاي ليه ما انا ما هو دي المشكله المشكله انك انت جايب الراجل يطور هتقول لي هيطور يبقى ايه هيبقى في حساب والعقاب هيبقى شكله ازاي مع الناس اللي هتقع في الاخطاء طيب والناس اللي في الفار والشغل اللي انت عامله على فكره كل اطقم من حكام الاجانب اللي انت شايفها بتيجي دي عن طريق هو حصل ليه؟ لأنه هو عنده تواصل وعلى فكرة هو عنده إيه مجموعة حبايب وأصدقائه معروفين في هو كان بسبب إن نسخ التطوير اللي بيعملها كنت أنا وأنت جبناها اللي هي إن هو بيعمل ده فبيجيب حكام تيجي نسخة في البلاد اللي بياخد فيها التطوير فبقى عنده لا هو لابد من في مجموعة أيوة هو بيشتغل هي نشأت على الأساس ده يا أستاذ عصام لابد إن اتحاد الكورة يكون صريح في الهدف في الهدف اللي هو يسعى له عاوز مسابقة قوية ولا عاوزها تبقى كده؟ هو ده السؤال بمعنى ان انا اطلق يد الرجل وادي له كافه الصلاحيات واسلمه اقول له اتفضل
اعدل الميله. اللي هي ايه كافه الصلاحيات؟ صلاحيته يبقى هو صاحب القرار، استبعد فلان وامشي فلان، مش هتبقى داخله معاه، لانه خلي بالك برضه دور برضه دور رئيس اللجنه. انت دلوقتي هتقول لي هو دوره ايه؟ مستشار لرئيس اللجنه ولا هو رئيس اللجنه؟ لا مفيش مستشار رئيس اللجنه. يعني هو رئيس اللجنه؟ طبعا هو جاي مستشار للتحكيم المصري بالاتفاق مع اتحاد الكره. حلو كلام. ورئيس اللجنه؟ ما قالوش بقى حكايه رئيس اللجنه. ما انا بسالك سؤال، يعني هيبقى موجود معاه الراجل اللي قال لك مش هيشتغل معاه؟ الراجل ما هو بيقول لك انا ما اعرفش. ما قالوش. يعني ما حدش قال. هو المفروض هو انا عامل مؤتمر صحفي. مخزون زاد يعني. هو انا عامل مؤتمر صحفي علشان اقول للناس ان انا جبت كلاتنبرج؟ طيب. كل الكلام والاسئله اللي حضرتك سالتها دي لم يتم الاجابه عليها من قريب ولا من بعيد يا استاذ سامي، بمعنى ان عندما سئل او احنا بنسال كلنا بنسال طب هو هيجي ايه؟ موجود بصراحه. ايوه انتوا بتنيمونا يعني إيه؟ انا مش كابتن، انا مش متفائل بالموضوع ده خالص. لان الفساد هيلبس كل حاجه اهو. هيتلبس كل حاجه. الفساد في التحكيم مستشري جدا وعميق جدا ومحتاج وقت. اجيال جديده تطلع اكثر ثقافه واكثر عدلا، لكن واحد جيلي هيحل لي الدنيا مش هيحصل. طب امال جايبينه ليه؟ يعني خلينا بقى هي سهله اذا كانت ان هي اصلاح تغطيه يعني على اللي بيحصل. يعني ايه اللي حصل امبارح ده؟ يعني قيمه كده وانت تشوف وضعك ايه. لا تحكيم في الملعب شغال ولا فار شغال. طب يبقى انت محتاج ايه بقى؟ سامي محتاج يعني ناس في سامي الحاله دي اللي موجوده في في مستوى التحكيم وطلع اجيال جديده يمكن. بس ده مين يعمله؟ انت واستاذ جمال اشتغلتوا كتير مع اخواننا اصدقائنا العرب، وبذمتك واقع زي امبارح مش كان المفروض الاتحاد ولا اي حد يعبر الناس النهارده من بعد الظهر، مش هنقول الصبح بدري، ويقول لهم اللي حصل امبارح حتى نبقى نشوفه يعني او اي حاجه؟ يعني محدش طلع لك حاجه ولا حد اضرب مارك في الحيط ولا حد قال اي حاجه. والكلام اللي احنا عرفناه ده عرفناه لما حاولت تعدي وتخش جوله ثانيه. ما هو يا استاذ سامي زي ما انت قلت 22 حاله ده انا اللي انا ايه ده اللي عينيا انا شافتهم. ما انا بقعد اتفرج على كل حالات، لكن انا بتكلم في حاجه تانية. انا دلوقتي النهارده السبت، امبارح السبت الماتش خلص زي ما الاستاذ عصام بيقول. طب حد كان يطلع يقول يا جماعه طيب معلش احنا اخطانا في كذا وهنعمل كذا؟ ما حدش بيقول حاجه. انت دلوقتي هتقوم جاي ايه لاعب ماتش من الاربع اللي جاي؟ ممكن يبقى محمد عادل عادي جدا. ممكن برافو عليك، انت خدتها من على لساني. انت ممكن تلاقي بلاش كابتن محمد عادل، بلاش اسماء، عشان ممكن تلاقي اسم من الاسماء أي حاجة اللي ظلمت النادي الاهلي ظلم بين وواضح. ظلم بين وواضح متعمد. يعني مش لا مش متعمد، انا بقولش متعمد. لا انا بقول احنا بنقول متعمد، انا ما بقولش متعمد يعني. لكن هو ظلم بين وواضح للنادي الاهلي في العاب واضحه وصريحه. عارف يا كابتن ما كانش يبقى متعمد امتى؟ لو الفار قال له ان الخواجه لم يخترع الفار. لكن اما وان الخواجه اخترع الفار ما يحدث هو تعمد. ده بقى ده. طب اقول لك على سر صلب الموضوع. اقول لك على سر الفار. الراجل تاكونياس جانيز ده سحب احمد تاكونياس احمد توفيق لانه كراجل اجنبي عارف ان الراجل ممكن جوه يعرف ويطرد اللعيب. يلا يا عم. ايوه صح. هو حضرتك اهو. لا هو حضرتك اهو. بس هو تأكيد. مش بس خوفا عليه من الانذار الثاني ده الجيلي اللي بنصنعه تاكيدا على لكن ده. الراجل الثاني عارف انه الراجل ده ممكن جوه يرجع ثاني ويقول لك كابتن احمر. استاذ عصام لما اتكلمنا مش محتاج ان انا اقول له. هو ده المفروض ان هو ده وضع قائم، بمعنى ان انا كره واضحه وصريحه. ما صوتش. انا بقول لحضرتك انذار اصفر وانذار اصفر. بقول لحضرتك هذا هو الفارق، انه طالما في الفار ما عادش ينفع احنا على الاقل ان واحد يقول لنا ده مش متعمد. متعمد ازاي وانا جايب ده عمل وروح ناس تتفرج في ايه؟ لا انت بتتكلم روح البروتوكول. روح البروتوكول. ايوه روح البروتوكول اللي هو ان كمان البروتوكول هنلعب فيه. ايوه طبعا يا جماعه ما ينفعش. يعني اقصد ان الفار معمول للقضاء على نسبه الاخطاء اللي بتجرى اثناء المباراه صح؟ أنا نفسي في خلاف عليها ولا لا؟ هو ده الاساس في الفار ولا ايه يا استاذ محمود؟ والله يا رزق وتحقيق العدل. ايوه العدل استكمال بيديله فرصه زي اللي بيتفرجوا في الاستوديوهات التحليليه
يشوف اللعبه مره اخرى صح على رواقه. صح ده ما بيحصلش. ما هو اذا كان الفار مش قادر يعمل يبقى هو الجهاز اللي انا قلت عليه. بس ما بيحصلش مع الاهلي الكشف عن الكذب جمال، ما بيحصلش مع الاهلي تحديدا، مش فاهم ليه. ما هو حسب ما يطلع بقى. طيب هنكمل كلامنا مع اساتذتنا الكبار، وكان خلينا نطلع فاصل اخير ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، استاذ جمال، استاذ محمود، استاذ سامي، استاذ عصام. برضو اسال حضراتكم ايه هي الحلول بالنسبه للنادي الاهلي في ظل هذه الظروف الصعبه جدا، وفي ظل هذه الـ الحالات اللي احنا بنشوفها الواضحه وضوح الشمس بالنسبه لكل الحل الان التعامل مع الامر الواقع. بمعنى ان احنا لما بيبقى في ظلم واقع على النادي الاهلي او واقع عموما على الانديه بنتكلم فيه، وما بنقولش ان هو ده شماعه لاي اخفاقات فنيه. بالظبط. لابد ان احنا نكون معترفين ان هناك بعض الاخطاء، وهذه الاخطاء لها اسباب علميه وواقعيه مش بنالفها يعني. بدليل يعني الماتشات الاخيره للنادي الاهلي في اكتر من لعيبه بيصابوا مجرد ان هو بيمشي. يعني ما بيكونش مشترك في حاجه. فده دليل واضح جدا جدا. كلهم كده. وفي مجموعه من اللاعبين يا كابتن اسلام اللي تم اهمالهم، ودي احد العيوب بقى اللي مش هنتكلم عليها دلوقتي، بس تم اهمالهم ايام موسيماني، اللي هم كانوا يعني وقعوا بدنيا، وبدليل ان هم النهارده يا استاذ محمود لما بيلعبوا شويه برضه مش قادرين. وفي لعيبه كانت بتتمرن بره وكانت كارثه لان الراجل كان مستبعدهم. بالظبط. فهذه اخطاء يعني ليس هذا مجال الحديث فيها الان، لكن احنا بنتكلم على الوضع الحالي. النادي الاهلي ليس امامه الا، وهذا هو ما يجب ان يهتم به اللعيبه قبل الجهاز الفني وقبل الاداره وقبل كل شيء. اللعيبه يجب ان تستعيد بقدر الامكان قدرتها على ان هي تحقق الفوز. الاهلي اغلب المباريات الاخيره نسبة الاستحواذ بتاعته 70%، انما استحواذ بلا عائد بلا ايجابيه. بس جمال محتاجين يبقوا في شويه شراسه، واللعيبه محتاجه تسرع الهجمه. مش معقول لعيبه النادي الاهلي يعني لازم لازم جزء برضه بنقوله للاداره عشان تستعد له. صحيح احنا قلنا لما مثلناها بالاسره، وسبحان الله هو البرنامج اسمه عائله الاهلي، ان انت برضه ما عندكش حل غير ولادك دول والعيله دي لغايه اول الشهر اللي هو القيد بقى وكذا. هو الشهر الكابتن قال لهم ايه؟ قال لهم بصوا اللي مش عارف يعني ايه الموضوع ده اللي هو النادي الاهلي، ويعني ايه الهدوم دي اللي هي هدوم النادي الاهلي، ما وعدش حد ان هو يعني مكانه وثير ومريح. لا لا مش هيبقى كده. ما انا بقول لحضرتك، وبالتالي دي صيحه للعيبه لازم شويه شراسه. الناس عمرها في النادي الاهلي ما هتحاسبهم هو كسب ولا خسر، الناس هتحاسبه هو ازاي شايل التيشيرت. انا كمان بتكلم على فده نداء للعيبه لازم تسمعه كويس. انا بتكلم على موضوع انت موقفك ايه في المنافسه. اعمل اللي عليك بس. اعمل اللي عليك بس. والنادي الاهلي قبل كده لما كان في حالته الطبيعيه كابتن اسلام، مع احترامي ومش جمله بقولها كده، كان بيبقى بيلعب ماتشاته المؤجله اللي هي الماتشات اللي ورا بعض دي وهو حاطط رجل على رجل، وكان بيبقى كسبان والفرق الاخرى في عالم اخر. صح ولا انا غلطان؟ كان الاهلي بيرجع من بطوله افريقيا بعد ما بتنتهي المباريات وبيلعب مباراة ورا مباراة، يعتبرها نقاط مضمونة. بس اتغيرت دلوقتي، الدنيا مختلفة كده مع بعض. الدنيا مختلفة، فده أثر على لعيبة الأهلي. احنا كل اللي بنطلبه منهم دلوقتي يا كابتن انه يحافظوا على كل النقاط القادمة بقدر الإمكان. والله النقاط دي أدت بيك إلى انك هتكسب أو تفضل في المنافسة أو تكسب البطولة، أهلا وسهلا. ما حصلش يبقى على الأقل انت على وعدك مع جماهير النادي الاهلي ان انت بتؤدي لغايه اخر لحظه، لغايه عفوا يعني في الجمله حتى النفس الاخير اول ما المسابقه وبرضه لازم نطمنهم لنقطه مهمه جدا، ان هناك بطولات من مباراه واحده، السوبر ومش السوبر والحاجات دي، فهناك امل في بطولات اخرى، بس كلها محتاجه تركيز جامد جدا من لعيبه النادي الاهلي، اللي هو التركيز اللي كان عندهم.
يعني التركيز والإصرار والشراسة اللي قال عليها الأستاذ عصام، إن أنا لما بعمل 20 هجمة في حاجات بتيجي في القائم وفي العارضة، أنا أتصور وأنا بتفرج ما بقتش ترضيني. يعني 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 رغم إن هو ما غلطش، يعني المهاجم اللي لعب اللعبة دي كرة بتاع حمدي فتحي اللي جت في العارضة وارد انها تحصل طبعاً. بس انت من كتر الفرص اللي انت بتدور عليها ما انتش مستحمل ان حاجه زي دي تضيع. تخيل، رغم انه معذور يعني، هو عملها حطها وخلاص، هو عملها عملها صح وجدا، هو مش هيروح بقى ينقل العارضه او القائم، يعني اقصد ايه ان هو ما قصرش فيها. بس انا بتكلم لازم يكون في بخل جدا على ضياع الفرص. لازم ال 30 دقيقة الأولانيين دول أنت ما تخليش الفرقة اللي قدامك ترجع. يعني أنا بقيت أتفرج دلوقتي على الحراس المرمى، ناس ما بشوفهمش بقالي سنتين، كلهم بيتألقوا قدام الأهلي دلوقتي. والله يعني في طبيعي يا جماعة، مش قصدي، خلي بالك، أنت عارف أنا النقطة، مش قصدي، أنا بالك حضرتك إن أنا لما شفت النقطة دي عارف إيه اللي حصل؟ أنا فكرت هو فين موضوع المنشطات؟ هو مش كان كل سنه كده يوم جاي يقول لك ايه يا جماعه احنا هنعمل السنه دي مع مش عارف ايه بروتوكول عشان نبتدي نعمل المنشطات في تمام. طب فين موضوع المنشطات ده؟ ايوه بس اعتقد احنا نتكلم اللي انا تصريح من كام يوم قال في حاله اللي هي كانت بتاعت كريم بامبو، لان اتحصلت والراجل قضى عقوبته باحترام شديد وعاد، وقال لك في حاله تانية مش هنقولها برضه. انا مش فاهم يعني ايه مش هنقولها، انا مش فاهم. قال لك اصل يعني كده مش هنقولها دلوقتي. وبعدين قال لك هنا بعد ما ينتهي الموسم ما بنعملش كتير. والله بعد ما ينتهي الموسم قال لك، وبعدين احنا ما بنعملش دلوقتي كتير، بنعمل ماتش كل فتره. ليه؟ لان اتحاد الكره ما بيدفعش فلوس. كويس انك فكرتني. التصريح ده بقى كمان انا سالت صح إضافي. التصريح ده اضافي من كام يوم، قال التصريح بتاع مش هنعلنها الا بعد نهايه الموسم. النهارده بقى له تصريح اللي هو اتحاد الكره ما بيدفعش. ما خلاص اتحاد الكره قال لك ما فيش بقى، لا احنا بندفع. عامل زي النكته بتاع قال له هات بقرش حلاوه، قال له ما عنديش. طيب انا الحقيقه وعدت الجمهور ان انا ان شاء الله خلال بكره لو لحقت ان انا بكره اكمل المعلومات الخاصه بهذا الامر هتكلم في الامر، ما لحقتش يبقى بعد بكره ان شاء الله، لان الاربع هيبقى عندنا اخر حاجه. بس انا ما اقصدش ماشي، بس هو حضرتك اصلي انا مش بقصد ان الحراس دول واخدين منشطات. انا اللي انا بقصده هذا الكابتن اسلام قصده على حجم الجهد المبذول، بيتالقوا وجهد قدام الاهلي يا استاذ جمال. ايوه ماشي، اي فريق هيلعب قدام الاهلي وهيبذل اقصى مجهود. يا جماعه انا بحكي كل فرقه قدام الاهلي بتبقى شكل ذاتية، وانا بتفرج في حراس ماشي لاول مره اشوفهم متالقين بهذا الشكل بقالهم 3 سنين. امر طبيعي جدا. انا عايز اقول لحضرتك، انا شايف انه رئيس لجنه الحكام بيلعب بالنار ماشي في موسم ملتهب مشتعل، شايف انه الاهلي واحترامه لكيانه وشخصه مفيش حد من مسؤولين النادي الاهلي هيطلع يتكلم ولا هيتكلم على التحكيم ولا هيعلق الشماعه ولا يقول لك كل اللي شايفه الجمهور. وانا بقول له اهو خلي بالك، الجمهور مش هينسى، والجمهور ذاكرته حديديه، يعني وانت ماشي في اي مكان هتلاقي حد هيقلق ولا يرصد لك المساله. فرقه بتمر بظروف اعتى فرق العالم بتمر بيها، تيجي فتره بيحصل لك فتره هبوط بعد التفوق والوصول للعالميه، طبيعي جدا. جمهور الاهلي حزين، جمهور الاهلي حزين، في مشاكل، في مشاكل، هل ده يمنع انك تديني حقي؟ طبعا يعني لا. يعني ده منطقي يمنع يا كابتن عصام انك تديني حقي؟ او يبقى الاداء بهذه الصوره ليست في مباراه واحده، مباراه واثنين وثلاثه واربعه. وانا بقولها لك، طول عمر الاهلي لا بيتكلم على تحكيم ولا بقول لك ايه اللي حصل، وخد مواقف، ولما طلب حكام اجانب الدنيا قامت وما عادتش، في حين الناس التانية طلبت ما حدش يتكلم. ولما جت الحكام جبنا حكام اجانب على ايه؟ على التفصيل، بمزاج، مش هتقدر تضغط عليا وشفت نفسك بالطريقه اللي انت بتتعامل بيها، لا وانا صح وانا مش صح، والدنيا احنا الحدوته واضحه وفيها كثير من الكواليس ومش هتتقال دلوقتي. لما ينتهي الموسم هيبقى فيه كلام كبير جدا. لكن عاوز اقول على لعيبه الاهلي وعلى المسؤولين وعلى كل من ينتمي لهذا الكيان الكبير، خلاص استوب، الدنيا خلاص واضحة الصورة يا جماعة، مش محتاجة تجميل ولا محتاجة نضحك على بعض. العمل ثم العمل، وانهاء الموسم إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد لي خلاص، ما أردش ترضى بقضاء، لأنه هو في الأول هو اللي وفقك، هو في الأول وصلك
اتنين دوري واتنين سوبر واتنين ميداليه واتنين كذا، بس انت في حاجه عندك حصلت، ده درس ليك عشان انت تفتكر حاجه، ان اللي انت وصلت له ده كان بتوفيق ربنا مش بتوفيقك انت، اجتهدت لكن اللي وصلك لفيه توفيق ربنا. انت عملت ايه؟ اخطائك فين؟ دي انت تعرفها من جوه، انت اللي تقدر تصلحها مش انا اللي هقول لك ولا الجمهور. انت عندك ايه مشاكل جوه؟ شوف نفسك عالجها، لانه الاهلي ما يستاهلش كده. الاهلي ما يستاهلش انه يطلع حد يقول عليه ده بيشحت نقطه، ده بيشحت فرصه، عيب. ما يوصلش الامر لهذه الدرجه صح. يتقال على بطل افريقيا ويتقال على بطل السوبر انه بيشحت. لما يحصل يا ابو الكباتن اي فريق في الدنيا اللي احنا بنشوفها ولازم نتقبل، الناس قالت الاهلي سيطر على كل حاجه ومش راضي يسيب بطوله حتى للمنافسين، ولما الاهلي يسيب بطوله ويحصل انه ما لا يوفق فيها بقى الاهلي والنهار واتنسى افريقيا واتنسى كل حاجه. ايه يا جماعه؟ ما تخلوا نقدكم وتخلوا تقييم موضوعي. الموقف موضوعي. التقييم يبقى ايه؟ توقيم موضوعي طبيعي جدا. اللعيبه دي بذلت مجهود، وما اقدرش انا يعني بص الناس زعلانه وكل الناس واحنا زعلانين وشايفين الموقف، لكن نموتها نستنى لما ينتهي الموسم في اداره فنيه، في اداره كوره، في لجنه تخطيط، في رئيس نادي مسؤول عن الليله، هيقدر يشوف يقيم ويشوف. مين قال لك ان هو مش زعلان؟ مين قال لك ان هو ما بينامش؟ مين قال لك ان هو أكتر أنا مش متضايق على المنظر ده يعني؟ طبعا انا عايز اتكلم عن الكابتن خطيب تحديدا، علشان يعني احنا في حاجات بنبقى حضرتك عارف يعني مكالمات عارفين حاجات كتيره جدا، لكن انا مش عايز اقول هو تعبان ولا قد ايه ولا عنده ايه ولا بيعمل ايه ولا بيفكر ازاي طبعا، علشان ما حدش يقول لك اصل انت طالع ايه تطبل الكلام اللي بيتقال دايما في مثل هذه الامور. لكن في النهايه برضو كلام مهم جدا قال الاستاذ جمال والاستاذ محمود يا استاذ سامي عايز برضو اعرف وجهه نظرك. يعني انا بضيف على كلامهم كلام جمال واستاذ محمود، ان انا كنت هنا في يوم استقبال سواريز في المؤتمر الصحفي، كنت في الاستوديو هنا وركزت على نقطه مهمه جدا، وان المهمه اللي جايه في الثلث الموسم المتبقي مهمه اللاعبين مش المدير الفني، لان الراجل اللي جاي في ثلث موسم اخير وجاي مع امور متشابكه ومعقده جدا، ما يعرفش الدوري المصري شغال ازاي، يعني مسؤوليه اللاعبين مهمه جدا فيما تبقى من المباريات، قدامهم 8 مباريات عليهم ان هم يدوا كل جهد الحقيقي وبشراسه زي ما قال الاستاذ عصام عشان يوصلوا لقناعه الجمهور. دي مهمه جدا، الجمهور يقتنع ان الفرقه دي تستاهل كل يعني تستاهل تستحق بطوله، حتى لو قلنا تحكيم ظلمهم في مباريات لكن لازم يثبتوا في الملعب ان هم يستحقوا. فدي قضيه طبعا. مهمه جدا طبعا. ان هم في الثمان مباريات اللي باقيين لازم يبذلوا جهد اكبر وتركيز اكبر، ويعني وزي ما انت قلت استاذ جمال الفرصه ما تضيعش كده بسهوله. يعني معظم الاهلي بيلعب ضد دفاعات قويه، تنظيمات كل الفرق قدامه دفاعات، فالفرصه لو 3 4 فرص لازم اجيب جول او جولين. جول واحد ما بقاش ينفع والله يا استاذ سامي، يعني عارف جول واحد ده بيفضل لغايه اخر الماتش معلق. جول واحد حتى ازاي يجي؟ ازاي يجي مع حاله عدم التركيز والعشوائيه في الهجوم يعني في شغل على اللعيبه لازم يطلع منهم صح. مع المدرب كمان، المدرب مش لاقي وقت يشتغل يعمل حاجه مفيده للفرقه في التوقيت ده، لكن بيدي شويه جمل كده يعني لعل وعسى. فلا نلومه بقدر ما اللوم موجود على اللاعبين، فده انا بقول من هنا لحد نهايه الموسم مسؤوليه اللاعبين كبيره جدا، ولازم حتى مع الاخطاء التحكيميه يا كابتن اسلام لازم يكونوا اكثر جديه واكثر شراسه تمام، ويقدروا يوصلوا اللي هم عايزينه، والجمهور عايزه يحس، الجمهور لازم يحس اللعيبه دي تستاهل الفنان الحمراء. استاذ عصام الحقيقه هم في رسائل بس مهمه، الجمهور غضبان جدا
وهناك من يلقي لهم بجمل غير حقيقيه بالمره عن تهاون الاداره، ان الكابتن لا يتحدث كثيرا الا بيانات. انا عايز بس اقول لهم انه هذا ليس وقت لاعتاب ولا اي شيء، لانه اكيد اكيد رئيس نادي ومجلس اداره وتكوينات ده بقى اللي هم بيشتغلوا محترفين، لا هو عاوز يفقد هذا الحب الجارف والعمل اللي هو راح في جيل بعد جيل طول عمره، اكيد هو حتى هيحافظ على المنظومه دي. والاجهزه المحترفه يمكن مراجعتها. ناس كتير بتسال، لازم طبعا النادي الاهلي دلوقتي هو تفكروا انه مش شايف الاصابات العضليه ومش بيراجع السيستم الطبي ومش بيدور على اجهزه لو في احتياج، هو تفكروا ان ده بعيد ومحدش فاضي. لكن في النادي الاهلي ده بس الفرق، مش هينفع حد يطلع يقول لك ده احنا بكره بنعمل كذا، لانه برضو المفاجاه اهم، لانه خاصه سنين فاتت. وما تنسوش ان بعض اللاعبين اللي كنتوا حابين وصفقات جماهيريه، كان في فتره كان الاهلي لازم يبقى كبير لما قيل ان منافسه بيغرق وما كانش هينفع يمد ايده، ما كانش هينفع. لكن خلاص كان مكان. صحيح من حقكم تعرفوا حاجات كتير، ويمكن انا قلت الكابتن عاملين الحلقه دي ما شاء الله ليها رقميه. انا اتمنى فعلا انه حد بحجم خالد مرتجي نائبا عن المجلس الحلقه دي تتوزع على كل الاتحادات، ده بجد مش كوميديا، تتوزع على كل الاتحادات. هذا ما يحدث مع النادي الاهلي من تحكيم في مصر. يمكن الرساله دي مهمه لاداره النادي من الجمهور اللي بيقابلنا وبيثق فينا، خاصه لما بنشتغل في اعلام النادي الاهلي تحديدا. وبالتالي انا بقول لكم الوقت حان خلاص، لكن عليك حمايه ما تبقى من جنودك دول. وبعدين قال لهم مشرف الكوره رئيس النادي اللي انت بتثق فيه واللي انت دايما بتقول انا وراه، هو ابن الاهلي المعاصر الكابتن صالح، كابتن حسن حمدي ربنا يديله صحه، والان كابتن محمود الخطيب هو ابن التجربه دي. وبيقول لكم حتى خدوا السلوجان بتاع الماتش خير ان شاء الله، لكن العاده في الاهلي انه مش هيقدر يقول لك 1 2 3 4 الا وهو مع نهايه وقته. موسم وقته. وبدء موسم جديد بيقرا لك بقى لقد جبنا كذا وكذا وكذا. خلي بال حضرتك برده استاذ عصام، صح كابتن، كلام حضرتك هام جدا وكلام حضرتك رائع، واعتقد ان شاء الله في اتفاقات بتحصل دلوقتي ان أيوة نهايه الله. الموسم يكون في زي ما حضرتك بتتكلم، فده ده, ده 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 الحل. هذا هو وقت جمهوره، ده حماه علشان تقدر تكمل بطريقتك. انت ما يهمكش ابدا، انت عندك 42 بطوله، عندك كاسات زي ما انت عايز، 10 ما شاء الله افريقيا. طب اقول لك حاجه، الاهلي اول حد فاز الموسم ده راح ببروزيه ورجع بيها دفاعا عن لقب اهو عالمي، مش بس خد مركز ثالث. الاهلي خد العشره وقبلها التاسعه موسمين ورا بعض، انت ما خرجتش فاضي، ولسه في دوري الاهلي لا يترك ولا يلقي بالفوطه ابدا بالزبط. ولسه في كاس مصر الجديده، مشوار سيء عن مصر القديمه بس هو موجود برضه ما تقلقوش يعني. ده الحل الحقيقه طبعاً. يعني في النادي الاهلي ربنا يكرم والامور تمشي بشكل جيد، القادم افضل باذن الله، القادم يكون دائما افضل. وزي ما الكابتن محمود قال امبارح الحقيقه في فيديو كان منتشر، ان شاء الله خير الفتره اللي جايه، ان شاء الله يكون فيها خير كتير جدا جدا. في حاجات زي ما الاستاذ عصام قال مش هنقدر نفتحها ولا نتكلم فيها الا ان شاء الله بعد يوم 30 اغسطس. ان شاء الله حضراتكم ان شاء الله تجدوا ما يسركم دائما مع النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا استاذ محمود. شكرا كابتن، شكرا جزيلا يا استاذ محمود. شكرا جزيلا يا استاذ سامي. شكرا جزيلا، شكرا كابتن. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله حلقه جديده غدا في تمام الساعه 11 من البيت الكبير.